مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة مباراة مهمة، مباراة مرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في ختام الدور الأول للكرة الطايرة، لدوري كرة الطايرة. مباراة ما شاء الله النادي الأهلي لعب 6 مباريات في الدور النهائي، فاز بكل المباريات ما عدا مباراة الجيش، فاز بنتيجة 3-2. عشان كده النادي الأهلي عنده 18 شوط وعليه شوطين، بيحتل صدارة الترتيب ب 17 بونت. نادي زمالك في المركز الثاني بيحتل المركز الثاني، خسر مباراة واحدة من سموحة بنتيجة 3-0، لكن في المركز الثاني ب 15 نقطة. خلينا نشوف النهاردة الحوار مهم جدا، لازم نروح للأخبار، والأخبار قالت إيه على مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة الطايرة النهاردة. هنبدأ مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، نشوف قال إيه الموقع الرسمي للنادي الأهلي. موقع رسمي نادي الأهلي: رجال طائرة الأهلي يواجه الزمالك في الدوري. الوطن سبورت: الأهلي يواجه الزمالك في قمة الكرة الطائرة. الوفد: الأهلي يواجه الزمالك في قمة دوري الطائرة. الشروق: الأهلي يواجه الزمالك في قمة دوري الطائرة. اليوم السابع بيقول الأهلي يواجه الزمالك في ختام الدور الأول بنهائيات دوري الطائرة. البوابة نيوز: اليوم طائرة الأهلي يواجه الزمالك بالدوري الممتاز. صدى البلد: طائرة رجال بالأهلي يواجه الزمالك اليوم. أكيد المباراة مهمة، مباراة مرتبطة بالنسبة للفريقين، والأهم بالنسبة لنا النادي الأهلي. ليه؟ علشان النهاردة لو النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يفوز بالمباراة يقرب كتير بنسبة 95% لبطولة الدوري أو البطولة المفضلة ليه في بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة. رجال الطايرة النهاردة إن شاء الله مستعدين استعداد جيد جدا. كابتن ميدو مصالحي في آخر حوار معاه قال إن هو الحمد لله استعد جيد جدا، استعد بتحاليل فريق نادي الزمالك واستعد بكل حاجة، ولعبته ما شاء الله عليهم، إن شاء الله يكونوا جاهزين في مباراة النهاردة. خلينا نروح للفريقين والسيرة الذاتية لكابتن محمد مصلحي، نشوف بتقول إيه. كابتن محمد مصلحي هو المدير الفني للنادي الأهلي، مولود 7 يناير 72. إنجازاته كلاعب: عنده 34 بطولة ما شاء الله مع النادي الأهلي، 10 دوري ممتاز و8 كاس و4 بطولات عربية، 6 بطولة دوري أبطال أفريقيا و6 بطولة أبطال الكؤوس الأفريقية. قاد الأهلي في 6 بطولات كمدير فني، من 6 بطولات فاز في 4 بطولات، الأربع بطولات 2 بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، الدوري الممتاز وكأس مصر، وخسر 2 بطولة دوري ممتاز وكأس مصر من نادي الجيش. قاد الأهلي فنيا في ما شاء الله 101 مباراة، فاز في 99 مباراة، خسر 2 مباراة فقط. نمسك الخشب كابتن ميدو مصلح، تاريخ مقابلاته مع الزمالك كمدير فني: 4 مباريات في الدوري الممتاز ومباراة في كاس مصر. ما شاء الله كابتن ميدو صلحي يعني نمسك الخشب، كسب كل حاجة. نروح للجهاز الفني للنادي الأهلي النهاردة معنا. الجهاز الفني النهاردة المدير الفني كابتن محمد مصلحي، المدرب العام تامر مجدي، ومدرب محمود جمعة، مخطط أحمال حسن عبد الحميد، محلل تقني أحمد سعيد، علاج طبيعي هيثم الضبع، طبيب الفريق إيهاب فخر الدين، ومدلك عبد الرحمن مكي، إداري أيمن علي الدين، ومدير إداري اللواء خالد أبو زينة. بكده نكون استعرضنا الجهاز الفني والإداري والطبي للنادي الأهلي. خلينا نشوف قائمة النادي الأهلي واللاعبين النهاردة على أرض الملعب. رقم 1 عبد اللطيف عثمان، رقم 2 عبد الله عبد السلام كابتن الفريق، 3 عبد الحليم عبو، 4 احمد صلاح، 5 عبد الرحمن سعودي، 6 شريف احمد، و7 محمود رؤوف. رقم 9 محمد معوض، رقم 10 محمد عادل، 11 احمد عبد العال، 12 حسام يوسف، 13 محمد عبد المنعم، و18 احمد سعيد، و19 يوسف حمدي الصافي. رقم 19 ده يوسف حمدي الصافي ابن كابتننا الكبير كابتن حمدي الصافي، ما شاء الله عليه الفريق النهارده. يعني كابتن ميدو بصلحي مجهز الفريق يعني وكل ضريبه اللعيبه والمعدين. تعال نشوف
مشوار النادي الأهلي في دوري الممتاز للكرة الطايرة قال إيه. مشوار الأهلي مع نادي الطيران، الأهلي بيفوز 3-0 في أول مباراة، 25-16 و25-17 و25-17. الجولة الثانية مع نادي سبورتنج 3-0، الأهلي 25-19 و25-18 و25-17. الجولة الثالثة كان مع نادي سموحة، الأهلي بيفوز 3-0، 25-16 و28-26 و25-17. في الجولة الرابعة الأهلي لعب هيئة قناة السويس، كسب بنتيجة 3-0، 25-14 و25-20 و26-24. الجولة الخامسة لاعب نادي قوي جدا، نادي طلائع الجيش الوحيد اللي كسب من الاهلي مباراتين في 101 مباراه. الاهلي بيفوز 3-2 بنتيجه اشواط 25-15. اول شوط كان النادي الاهلي، الشوط الثاني والثالث الجيش كان يعني كسب الشوطين 25-20 و25-19، لكن يعود مره اخرى رجال النادي الاهلي ليفوزوا باخر الشوط الرابع والخامس 25-18 و25-8. عفوا 15-8. المباراة للنادي الأهلي كانت مع الاتحاد السكندري، الأهلي بيفوز 3-0 بنتيجة أشواط 25-17 و25-19 و25-13. مشوار الأهلي سريعا في الدور التمهيدي بيفوز، كان الدور التمهيدي اتلعب عبارة عن الدور التمهيدي اتلعب على أربع مجموعات. خلينا نشوف الدور التمهيدي للنادي الأهلي. الأهلي لعب 6 اكتوبر 3-0 وبتروجيت 3-0 نتيجه الاهلي والهيوبلس 3-1 و3-0 مع بنها، 3-0 مع نادي النصر و3-0 مع بني سويف. في الاسبوع السابع الاهلي بيفوز على 6 اكتوبر 3-0 على بتروجيت 3-1 وعلى هليوبلس 3-0، بنها 3-0 والنصر 3-0 وبني سويف 3-0. مشوار الاهلي في الدور قبل النهائي قبل ما يروح للفاينل او المجموعه اللي احنا استعرضناها في اول اللقاء. الجوله الاولى الاهلي بيفوز على نادي طنطا 3-0 وهيئه قناه السويس 3-0 ونادي الشمس ايضا 3-0. في الجوله او الاسبوع الرابع الاهلي بيفوز على نادي طنطا 3-0، هيئه قناه السويس 3-0 ونادي الشمس 3-0 ليصعد الى الدور النهائي. زي ما شفنا قدامنا النادي الاهلي استعرضنا مشواره من الدور التمهيدي ما شاء الله عليه، خسر شوط من هليوبلس وخسر شوطين في الدور التمهيدي من هليوبلس وخسر شوطين من نادي الجيش في المرحله الاخيره. خلينا نروح لنادي الزمالك ونشوف الجهاز الفني بتاعه النهارده اسمعه. الجهاز الفني نادي الزمالك المدير الفني احمد مصطفى والمدرب العام حسام الدين شكري، مدرب هشام زعتر ومخطط احمال احمد عبد العزيز، محلل تقني رجب قطب ومحلل تقني محمد السيد وعلاج طبيعي مصطفى يسري وطبيب الفريق دكتور احمد سعودي واداري حسن محمد ومدير اداري تامر بيبرس. بكده استعرضنا الجهاز الفني والاداري، هنروح لقائمه لاعبي نادي الزمالك في مباراه القمه النهارده. رقم 1 محمد اشرف، 2 اشرف محمد، 3 محمد ابو جبل، 4 ابو السعود محمد، 5 شهاب الدين طارق، 6 اشرف ابو الحسن، و8 محمد الحسيني، 9 سيمو ديابو، 10 عمر عرابي، 11 احمد يوسف، و14 عمر ايهاب، 15 محمد مجدي، 16 محمد علي، 17 رضا هيكل، 18 محمد عبد المحسن، 19 مصطفى دبشة، 20 أحمد عزمي، و23 أحمد ضياء. بكده استعرضنا الجهاز الفني ولاعبي فريق نادي الزمالك. هنخرج لفاصل وترجعوا لنا مرة ثانية.
هلا بحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل، ونستكمل معانا النهارده والارقام بتقول ايه لنادي الاهلي ونادي الزمالك. لكن خلينا نروح لمشوار نادي الزمالك في دوري الكره الطايره في النهائيات. الزمالك لعب سبورتنج في اول اسبوع وكسب 3-1 بنتيجه اشواط 20-25 لسبورتنج اول شوط، والزمالك بيفوز بثلاث اشواط 25-17 و25-13 و25-13. في الاسبوع الثاني الزمالك والطيران، الزمالك بيفوز 3-0 بنتيجه اشواط 25-17 و25-18 و25-22. في الجولة الثالثة الزمالك مع طلائع الجيش بيفوز 3-0 25-20 26-24 و25-10. في الجولة الرابعة الزمالك مع الاتحاد السكندري بيفوز 3-0 25-17 و25-21 و25-18. في الجولة السادسة الزمالك بيقابل نادي سموحة و بيخسر 3-0، الرقم الاولاني من 3-0 دي معكوسه. سموحه بيفوز بثلاث اشواط 25-22 لسموحه و25-19 و25-22، ودي خساره لنادي الزمالك في النهائيات. في الجوله السادسه بيفوز على نادي الزمالك بيفوز على هيئه قناه السويس 3-0 بنتيجه اشواط 25-14 و25-19 و25-20. أنا استعرض معاكم الفرق اللي اتأهلت للدور النهائي. من المجموعة الأولى سموحة ونادي سبورتنج، المجموعة الثانية الأهلي وهيئة قناة السويس، والمجموعة الثالثة طلائع الجيش والطيران، والمجموعة الرابعة الزمالك والاتحاد السكندري. خلينا نشوف موقف نادي الأهلي ونادي الزمالك في ترتيب الجدول. الترتيب بيقول إن الأهلي لعب 6 مباريات وفاز في كل المباريات، ما خسرش ولا مباراة، ليه 18 شوط وعليه شوطين بنتيجة نقاط بعدد نقاط 17 نقطة. الزمالك في المركز الثاني لعب 6 مباريات، فاز 5 وخسر مباراة، وليه من الأشواط 15 شوط وعليه 4 بترتيب بعدد نقاط 15 نقطة. بكده استعرضنا وشفنا إيه كل حاجة عن المباراة، استعرضنا الجهاز الفني واللاعبين وموقف الفريقين. في الآخر بنقول إن مهم جدا إن الأهلي النهاردة يتقدم للصدارة ويروح للنهاية علشان يبقى النهاية بدري. ب 95% النادي الأهلي النهاردة يكسب بإذن الله ويفوز بإذن الله، يروح ل 95% لنتيجة الدوري. خلينا نروح لضيوفنا الكبار النهاردة اللي معانا في تحليل مباراة الأهلي والزمالك. حضراتكم معانا في تحليل مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في ختام الدور الأول للدوري الممتاز للكرة الطائرة. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار معانا النهاردة، كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر والمدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، والآن هو مدير قطاع الناشئات بالنادي الأهلي، كابتن نور عطية. مساء الخير يا كابتن نور. مساء الفل يا كابتن. منورنا خالد. الله يخليك. ومعانا نجم كبير برضو، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو المدير الفني السابق لنادي الجيش والمدرب العام لمنتخب مصر، وولد من يعني ابن من ولاد النادي الأهلي الجمال جدا اللي كل أسرة الرياضة في النادي الأهلي بتعتز بيه، معانا كابتن وائل العايدي. كابتن وائل مساء الخير. مساء النور. منورنا. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ نورك. ربنا يخليك. كله تمام؟ الحمد لله. عنوان المباراة النهاردة يعني نبدأ بيها، تقول عنوان المباراة إيه النهاردة؟
من الاهلي والزمالك. قلت لي كابتن نور بقى ما ينفعش. لا ابدا بحضرتك النهارده. انا بالنسبه لي اعتبر النهارده يعني زي ما بنقول مباراه الراحه بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لو قدر ان هو يحسم الماتش او ياخد 3 بونت منها سواء كسب 3-0 او 3-1 هتريحه كتير قوي في الدور الثاني. تريحه كتير في الدور الثاني كتير. كابتن نور راي حضرتك. مباراه يعني هي في المسمى هي قمه الكره الطايره في مصر. النادي الاهلي احسن الايام دي ان شاء الله رغم الغيابات اللي عنده. النادي الاهلي لو كسب النهارده بنسبه 90% حسم الدوري. حسم الدوري. كابتن نور خلينا ناخد راي حضرتك في الاثنين المديرين الفنيين واسلوبهم وادارتهم في المباريات اذا كان كابتن احمد مصطفى او كابتن ميدو صلحي. النهارده كابتن ميدو لعب 5 مباريات مع نادي الزمالك ولم يخسر اي مباراه وكابتن احمد مصطفى برضه ليه باع كبير في التدريب في نادي الزمالك. والله هي الموضوع ده بيتحكم فيه ظروف فرقتك وانت النهارده النادي الاهلي ولاده كلهم رجعوا اللي كانوا سابوا النادي وراحوا لعبوا بره. مكتمل الصفوف رغم غياب قطب وبعض الاصابات اللي عنده. ومحمد عبد المنعم لسه ما رجعش كما يجب ان يكون يعني. نادي الزمالك هو بيلعب بيعتمد على الخبره اشرف ابو الحسن ورضا هيكل ومعاه شويه ولاد صغيرين وجبل ومعاه شويه ولاد صغيرين ومعاه لعيب اجنبي تاني معد. انما احنا يعني الحمد لله يعني عبد الله عبد السلام بحاله كويسه وحسام بحاله كويسه. احمد صلاح كان عنده شد وان شاء الله النهارده يكون فت وفورمه. باسامي اللعيبه النادي الاهلي ان شاء الله النهارده يكسب 3-0 بكتير 3-1 ويحسم بطوله الدوري باذن الله. كابتن وائل لو استعرضنا مشوار النادي الاهلي هنلاقي النادي الاهلي ما شاء الله 3-0 لكل الفرق ما عدا نادي الجيش هو اللي عمل عائق مع النادي الاهلي ومع ان النادي الاهلي طبعا فاز 3-2 لكن اشمعنى نادي الجيش اللي وقف شويه مع النادي الاهلي؟ طبعا هو نادي الجيش ماسكه كابتن ابراهيم فخر الدين طبعا وهو يعني اسم كبير جدا في عالم التدريب ومسك مدير فني نادي الاهلي سنين طويله عنده خبره كبيره في اداره المباريات. في الاجمال نادي الجيش متماسك العناصر الاساسيه اللي بيلعب بيها متماسكه. اعتقد ان هو الماتش دوت هو يعني لعب بمجازبه خد ريسك جامد جدا في السيرف وحيد لعيبه او نقط قوه كبيره جدا في النادي الاهلي في الماتش ده بالذات. يعني النادي الاهلي ابتدى الشوط الاولاني كان وان سايد جيم 25-15 ودي نتيجه كبيره في التايب بريك. طبعا ما بين اي فرقتين كبار نتيجه كبيره. في الشوطين التانيين كان العكس صحيح يعني الجيش تسيد جيم على 19 برضه جيم على 18 ورجع الاهلي تاني. فاعتقد ان كابتن ابراهيم بيعرف يقرا شويه الفرقه اللي قدامه كويس وبيعرف يستخدم المفاتيح اللعبه بتاعته زي ما قلت لحضرتك هو ضغطه على النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي لسه في موضوع اللعيب المستقبل فيه لسه مشكله شويه الفتره ديت. لسه قبل بطوله افريقيا كابتن ميدو يحاول يجهز كل اللعيبه. عنده غيابات طبعا مؤثره زي محمد عبد المنعم عنده المحترف الروسي مصاب فدولت المفروض عنصرين اساسيين في الاستقبال. فخياراته في المستقبلين يعني زي ما بيقولوا نص نص يعني 50-50 لكن طبعا اللعيبه الموجوده كبيره. لكن كابتن ابراهيم عرف يقرا الماتش وضغط ويعني حط الماتش في اتجاه اللي هو عاوزه. على النهارده مباراه النهارده الاهلي والزمالك انت قلت بتقرب بنسبه كبيره للدوري العام بالنسبه للنادي الاهلي وطبعا داخل على لسه كمان على مرحله وهي البطوله الافريقيه. لازم نتكلم بانك طبعا من احسن البطولات اللي جت مصر طبعا دي حاجه اكيده فنتكلم على الاثنين ليبرو النهارده للنادي الاهلي ونادي الزمالك. طيب النادي الاهلي يمكن في حته الليبرو عنده 3 مميزين جدا. عنده طبعا محمد معوض وهو الليبرو الاساسي كان يعني جه ورايا قعد في فتره طويله ليبرو اساسي لمنتخب مصر وليبرو اساسي للنادي الاهلي. معاه شريف وشريف برضه لعب البطوله العربيه الاخراني لعب الاول بطوله العالم مع المنتخب الاول كان الليبرو الثاني وكان الليبرو الاول في البطوله العربيه وكسب البطوله العربيه بيه. عنده محمد رمضان فعنده 3 ليبروهات ما شاء الله هايلين. نادي الزمالك خسر السنه دي الليبرو الاساسي بتاعه بتاع السنه اللي فاتت رضا وراح النادي سموحه فبيلعب 2 صغيرين شويه
تمام. بيلعب بعزمي وبيلعب بمحمود، والاثنين يعني حتى هنلاحظ في الماتشات اغلبيتها بيلعب بالاثنين، يعني هو انت عاده بتثبت واحد ليبرو اساسي وليبرو بالظبط بتدفع بيه في اوقات، لكن هو نادي الزمالك بيعمل حاجه مش متعارفه قوي او يعني ظاهره في التخصصات العاليه زياده قوي، بيلعب واحد في الاستقبال واحد في الدفاع. معنى ان هو يلعب واحد في الاستقبال واحد في الديفنس وواحد في الاستقبال ليه؟ هو شايف ان في حد نسبه اعلى في الاستقبال وحد نسبه اعلى في الديفنس. انا طبعا كنت ليبرو، فانا عن نفسي بفضل ان في ليبرو واحد يفضل في الملعب، لان طبيعه مشاركه الليبرو قليله، انه بينزل في المنطقه الخلفيه مكان لعيب، فلما انا اقعده لفتين كاملين ورا بعض، انا شايف يعني طبعا هي وجهات نظر، وطبعا كل مدرب اضرب في تفاصيل فرقته. كابتن هقطع فرقتك، ده وصول لاعبي النادي الاهلي لصاله هيئه قناه السويس باسماعيليه لسه حالا من ملعب المباراه. اتفضل يا كابتن وائل. فانا افضل ان الليبرو واحد يفضل في الملعب، ولو احتاجنا يعني في بعض الاوقات ندفع بالليبرو الثاني مفيش مشكله، لكن انا افضل الليبرو واحد يفضل في السيبال وديفنس. كابتن نور، لو بصينا لفريق النادي الاهلي وقوه الفريق النادي الاهلي النهارده في مباراه النهارده، متمثله في متمثله في عبد الله عبد السلام المعد، يعني اللي هيبدا المباراه هو كابتن الفريق وكابتن الفريق طبعا، وعندك السناتر كويسين قوي، وعندك الاوبزيت على اعلى مستوى يعني. قدامنا بس قدامنا كابتن حسام شكري مدرب عام لنادي الزمالك بيستقبل لعيبه النادي الاهلي، وهي دي الروح الرياضيه اللي لازم تسود بين القطبي الاهلي والزمالك. اتفضل يا كابتن نور. فيعني النادي الاهلي عنده مميز بالاوبزيت احمد صلاح، طبعا احمد صلاح لعيب مصنف عالميا نجم مصر والنادي الاهلي، وعبد الله عبد السلام، والاثنين السناتر والليبرو والمستقبلين. يعني هو جايب حد اجنبي موجود فرده في اربعه، الزمالك جايب معد، ويعني انا اتفرجت عليهم شويه، انا شايف ان اشرف ابو الحسن اعلى من المعد الاجنبي اللي جايبه الزمالك، اعلى منه اكيد. هو كابتن رغم ان هو 44 سنه يعني لا ما شاء الله عليك كابتن اشرف الحسن، لكن اكيد برضه هو ليه وجهه نظر ان هو يجيب معد تاني، يعني بيكمل اشرف ابو الحسن. والله هو ما كانش متخيل ان اشرف هيكون لسه بيدي لغايه دلوقتي، فجاب معد واشرف ده حفزه، يعني اداله حافز ان هو يظهر بصوره كويسه السنه دي يعني. هايل كابتن وائل، البوزيشن اللي بيحصل في اول الماتش لما حضرتك كمدير فني بتنزل بوزيشن معايا من 1 2 3 تعد اللعيبه وتحطهم على البوزيشن، بيكون بناء عليه اساس؟ انا بالنسبه لي طبعا بحاول نمره واحد احط لعيب، عاده بتحط في السنتر بلوك اللعيب القوي عندك احسن لعيب، حاجه من الاثنين، يا اما انت بتحطه قدام افضل لعيب الناحيه الثانيه عشان يحاول يوقفه، يا اما بتحطه تغيره لفه بالعكس مع اللعيب اللي هو الاضعف عشان يعرف يضرب منه، فهي وجهه نظر مدرب بحت. في الاستقبال بتحاول تحط لعيبه في الاتجاهات السيرف اقوى سيرف في الناحيه الثانيه. في اللعيب برده اللي انت المان اتاكر برده نفس الموضوع، ممكن احطه قدام اقوى بلوك عشان عارف ان هو هيقدر يخلص ويعدي، وممكن انا اسهل له سكته بالعكس انا احطه قدام بلوك الاضعف عشان اسهل له الامور شويه. فهي طبعا وجهات نظر كلها، كل مدرب ليه وجهه نظره، بس المهم طبعا في الاخر ان انت تبقى قاري الخصم بتاعك كويس، وتحاول تعمل دايما يبقى عندك دايما البديل. دايما البديل. طبعا دايما بديل، لانه ممكن هو كمان يلعب عليك، فممكن ان انت حاطه كبدايه تلاقي حاجه عكسها تماما في الملعب، مغير في اماكن لعيبه، مغير في اسامي لعيبه، ايا كان. تمام. كابتن نور، دائما ابدا حضرتك من اقوى الضريبه اللي جت على مستوى مصر، خلينا نقول الضرب من المنطقه الاماميه والضرب من المنطقه الخلفيه، هل الوضع ايه بالنسبه للاهلي والزمالك؟ عندنا طبعا احمد صلاح، عندنا محمد عبد المنعم، عندنا محمود رؤوف، عندنا ضريبه كبيره كثيره بيضربوا من على الشبكه ومن ورا. نادي الزمالك نفس الكلام ولا ايه؟ اكيد طبعا، هو الزمالك دعم نفسه كمان السنه دي، خد لعيب من ولادنا يعني من ولاد النادي الاهلي، الحسيني كان عندنا، وبعدين راح الجيش مع المجموعه اللي راحت لعبت في الجيش وحقق انجازات في الجيش. السنه دي النادي الاهلي خد اللعيبه اللي هو محتاجها، فالحسيني كان بره يعني، فراح لعب في الزمالك. الحسيني لعيب مهاري مع اشرف ابو الحسن،
بيعملوا شغل كويس يعني بيخلوا فيه منظر كويس. اعتقد لو مع منتخب مصر كتير هما الاثنين. لا ما لحقوش بعض قوي بس هو طريقه لعب اشرف وطريقه لعب الحسيني يعني انا من وجهه نظري ان هما هيعملوا شكل كويس يعني. لو احنا مركزناش قوي في السيرف على الحسيني علشان ما يعملش التركيبات على الشبكة هتسهل الموضوع بالنسبة لنا. لو الحسيني ما استقبلش هتلاقيه بيعمل ضرب خلفي كتير وبيعمل تركيبات كتير مع أشرف وحسن. تمام كابتن وائل، لو رحنا للتركيبات اللي هي بتحصل جوه أرض الملعب، النادي الأهلي بيعتمد على أي تركيبة بالظبط في أرض الملعب؟ طبعا النادي الاهلي عنده نقطه قوه او نقطتين قوه اساسيتين. طبعا عنده نمره واحد السناتر بلوك، عنده السناتر بلوك اعلى سنترين بلوك في مصر دلوقتي موجودين، محمد عادل وعبد الحليم عبو. تمام. فاعتقد ان هو في الموجه الاولى او في زي ما بيقولوا السايد اوت اللي هو من الاستقبال لازم هيشغلهم يعتمد عليهم. عنده طبعا احمد صلاح احسن ضرب في مصر وافريقيا. ف عبد الله عنده زي بتقولوا فرايتي او تنوع يقدر يشتغل بيه في الموجه الاولى. هيعمل ايه النهارده محمد صلحي؟ انا لو انا مكانه هحاول بقدر الامكان اقول لعبد الله مشي السريع كتير، لان انا شايف ان احنا السناتر بتوعنا او بتوع النادي الاهلي في المرحله ديت اتقل واعلى واكثر خبره من سناتر نادي الزمالك. واريح صلاح شويه في الاوقات الحساسه، ابتدي او الحالات المزنوقه ابتدي اديله يخلص لي. دي هتبقى وجهه نظري، لكن هو طبعا يعني دي نقطه. طبعا لو اي بصير ايا كان اشرف او الحسن او المحترف موجودين هقول له برده في اربعات شغل عليه كتير، بس لازم الاول شغل نص الملعب عشان اقدر اطلع سينج بلوك على الطرف. ليه قلت لي خلي احمد صلاح في المزنوقه؟ مش عشان حاجه، لان حضرتك لازم علشان صلاح يضرب ويبقى فعال واسهل له الامور لازم اعطل شويه منتصف الشبكه، يعني لازم ان انا احاول اطلعه بسنج بلوك او بلوك فردي. فعشان اعمل دوت لازم سريع يضرب. لازم دايما اللعيب منتصف الشبكه بتاع الزمالك يبقى عارف او خايف من اللعيب منتصف الشبكه بتوعنا عشان اقدر اسهل للاطراف سواء صلاح او لعيبه اربعات الناحيه الثانيه. لان انا زي ما بقول لحضرتك انا عندي يعني في الاهلي احنا عندنا بنشوف قدامنا نقط قوه كتير، اقدر اعدي من يمين الملعب عن صلاح من سواء امامي او خلفي، اقدر اشغل اربعات على البصيره او على رضا ما يخوفنيش في من ناحيه البلوك بتاعه. فاقدر عندي اثنين سناتر عاليين. انا يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن تقلقني النهارده عدم استقرار في بعض الاحيان من الاستقبال، ودوت لو الزمالك ضغطه جامد في الصيف. برضه لازم ناخد بالنا من حاجه، ان الزمالك السنه دي يعتبر اقوى من السنه اللي فاتت كافراد، مش بتكلم كنتائج او كحاله لعيبه، لكن كافراد اسامي. بالظبط، لان هو ضاف ثلاث لعيبه مستقبلين السنه دي جداد. السنه اللي فاتت كان اقل وكان طالع من سيزون قبليه بمشاكل، فما كان عنده ثقه في نفسه، وقفل ماتش الدور الذهاب مع الاهلي 3-2، وكان ماتش حيوي ومهم جدا. لو كان الزمالك كسب كان الموضوع صعب جدا على النادي الاهلي. فماتشات الاهلي والزمالك ملهاش اي اعتبارات، هي ماتشات ملعب، ماتش جماهيري. مهما كانت حاله الاهلي او الزمالك، مين فيهم ماشي كويس او عليه كعب او جاهز او الماتشات دي ليها اعتبارات ثانيه خالص. استقبال الكوره في الكره الطايره هو اهم مهاره في الحياه عندكم. هي اللي هو شغل. هي كره الطايره. بالظبط كده، يعني في اول كوره هتلاقي في فولي كويس بتلاقي. في سريع بيضرب، ولو السريع ما ضربش الاطراف هتضرب بسنجل بلوك بتدي مجال اعلى ان هو يخلص الكوره. فهو اساس الفولي هو اول كوره. ضغط الارسالات على المنافس من النادي الاهلي على نادي الزمالك دي شيء مؤثر النهارده في ملعب المباراه؟ للفرقتين. ده سيستم في اللعب يعني. اعرف امتى العب السيرفو على مين، ده مهم جدا يعني. هو مش ليبر بيكون واقف يلم الملعب كله؟ لا ما بيقدرش يلم الملعب كله، في ثلاثة بوزيشن ورا مش هيقدر يلم يعني. ما يلحقش طبعا، وانت عارف الليبرو فين وامتى تلعب على الليبرو وامتى ما تلعبش على الليبرو. يعني هو الليبرو هو محور الاداء في اول كرة. هو عامل اساسي يعني. الليبرو يقدر يشيل نص الملعب. يقدر يشيل نص الملعب. نص الملعب ورا في الاستقبال، انما النص الثاني فين؟ وامتى يتلعب السيرف وعلى مين؟ لو لعيب جامد مثلا، لعيب اربعه جامد وعلى الشبكه. شيء طبيعي ان انا العب عليه ارسال، وارسال في اخر الملعب علشان يبذل مجهود ان هو يستقبل الكوره ويخش يضرب. فكل ده سيستم المديرين الفنيين بيطبقوه بينفذوه. شايف نادي الزمالك النهارده هيلعب باي شكل؟
عن الاهلي. والله هو لازم يبقى عنده ريسك جامد في السيرف، لان لو سيرفو استقبلناه كويس هيتعور في السريع، لان السناتر بتوعك احسن سناتر موجودين في مصر وفي افريقيا، اذا كان الاثنين اللي بيلعبوا او البديل اللي قاعد اللي موجود بره. متفق مع كابتن وائل ان الاثنين سناتر هم اقوى اثنين في مصر. طبعا ما احنا قلنا، احنا قلنا قوه الاهلي في الاول يعني ذكرنا عبد الله واحمد صلاح وقلنا السناتر طبعا، يعني ده شيء واقعي يعني. كابتن وائل لو قلت لك ان النهارده دي مكامن القوه في فرقه نادي الاهلي ومكامن القوه في نادي الزمالك، الارسال او الارسال السريع او الضرب الساحق من الارسال، النادي الاهلي يقدر يقفل نقول النقط الصعبه لنادي الزمالك على النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي لازم يقفلها في المباراه. هو لازم، انا شايف لازم يوقف رضا، رضا الاوبزيت او لاعب النظر المعد في الزمالك. هو تقريبا كسب بنسبه 60 70% كسب اللي هم كسبوا الجيش 3-0. هو كان بنسبه 60 70% كان عامل مؤثر مع توجيه الارسال، لكن انا كنت شايف ان هو كان شايل نسبه كبيره جدا من الضرب. رضا لما بيبقى فايق او لما بتبقى الدنيا ماشيه وبيقدر يخلص هيبقى يعني هيضايق اي فرقه وهيخلي الزمالك ليه شكل. فهم لازم لو واحد لازم موضوع رضا ان هو لازم يعني يوقفوه يعني. طبعا ميدو هيلعب قدامه مين؟ دي مشكله، لان طبعا يعني المعلومه اللي عندنا ان اللاعب الروسي المحترف يمكن بقاله حوالي 3 اسابيع مصاب تقريبا، وغالبا شايف ان هو حتى في ال 14 لاعيب اللي داخلين النهارده في القائمه مش موجود. الحاجه الكويسه اللي تفرح ان محمد منعم داخل النهارده. منعم امبارح لعب شوطين كاملين قدام الاتحاد، في الحمد لله كان ادى كويس، لكن ما اعتقدش ان هو هيبتدي بيه برضه، اعتقد ان هو هيخليه محمد مصيحي على البنش ان هو يبقى جاهز. فاعتقد ان هيلعب النهارده احمد عبد العال ومحمود رؤوف. عبد العال بلوكه مش وحش، ورؤوف خبره كبيره، فهل ميدو هيحط مين قدام رضا؟ انا مش عارف، لكن لازم اللي هيلعب قدام رضا يركز معاه كويس قوي. يعني مكمن قوه نادي الزمالك في وجود رضا في الاوبوزيت. بالظبط كده، هو ده مكمن الخطوره. كابتن نور، شايف النادي الاهلي من وجهه نظرك احسن اسلوب غير اللي هو يلعب على السناتر بتاعتنا كويس؟ لو السناتر اتقفل عليها نلعب ازاي؟ السناتر مش يتقفل عليها، لو الكره الاولى مش مظبوطه مش هيضربوا. مش هيضربوا تمام، هيبقى الضرب عالي. مظبوط، هتعتمد كتير جدا بقى وتحمل احمد صلاح نسبه كبيره من الضربين مع بتوع اربعات. مع اربعات مين عندنا في اربعات اللي هو يقدر برضو يقدر ينسق بين الاثنين؟ يعني عايز كان عبد الله النهارده هو المعد يقدر ينسق احمد صلاح مع الناس. ما هو الضرب العالي ده في ليه تخصصات، عايز يعني لازم تخصصات دي كلها، عايز التخصصات ديت هم لعيبه الطرف يعني الضرب العالي الضرب الحر دوت هو التخصصات الناس بتاعت اربعات والابزت. طيب يعني عندنا محمود رؤوف، عندنا عبد العال موجودين، كان المفروض برضه احنا ناسيين وعندنا وناسيين سعيد برضه. انا سعيد برضه لان سعيد برضه كان عنده اصابه، عشان كده يمكن انا يعني اسمه راح مني، لكن سعيد طبعا هو نمره واحد في اربعه. لا ده هيأثر لو مش موجود يعني بالضبط. لان هو من الضريبه الجامدين جدا والناس كلها بتعمل حسابه، لان كورته في الضرب جامده جدا و متعبه للمدافعين يعني، ومؤثر جدا في الضرب الخلفي. بيدي قوه طبعًا كبيره طبعًا في الهجوم من المنطقه الخلفيه. لو بصينا على فريق الاهلي هنلاقي النهارده بيلعب بخمسه، محمود رؤوف، احمد عبد العال، ومحمد عبد المنعم، واحمد سعيد، ويوسف الصافي في مركز اربعه جوه ال 12 لعيب. شايف هو ده المفروض يكون متواجد ولا ايه؟ ما هو ده لازم بسبب زي ما قلنا احنا منعم لازم يبتدي يخش. منعم انا عارف كويس قوي ان محمد مصيرح بيجهزه لبطوله افريقيا، ان هو هيبقى ان شاء الله باذن الله يعني واحد احد هيبقى فيت في بطوله افريقيا. فمنعم كان لازم يكون موجود علشان لو في فرصه ياخد دور في ماتش زي ماتش الزمالك، ماتش جماهيري وماتش تحت ضغط لازم يشوف. فانا مبسوط ان منعم دخل النهارده. بقيه الاربعه اللي معايا طبعا شيء طبيعي، هم دولت اللي كانوا شايلين طول الفتره اللي فاتت مع المحترف. المحترف مصاب النهارده فطبيعي ان هو بره، فلازم الاربعه يكونوا موجودين. تمام، خلينا نطير لملعب المباراه والزميل محمد توفيق من ملعب المباراه ولقاءات ما قبل المباراه، وترجعوا لنا مره ثانيه. كابتن خالد، برحب بحضرتك وضيوفك الكرام كابتن وائل عايدي وكابتن نور عطيه وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجدد اللقاء ومباراه الاهلي والزمالك في اطار مباريات الجوله السابعه من الدور الاول للدوري الممتاز لكره الطايره.
مباراه اليوم النادي الاهلي بيدخلها في المركز الاول برصيد 17 نقطه جمعهم من 6 فوز، بينما نادي الزمالك بيخش في المركز الثاني ب 15 نقطه جمعهم من الفوز في 5 لقاءات وهزيمه واحده امام نادي سموحه. يمكن الفرقتين حضروا بالفعل لارض الملعب، نادي الاهلي حضر اولا ثم نادي الزمالك من ربع ساعه تقريبا. الفرقتين دلوقتي بيشاهدوا المباراه اللي شغاله امام حضرتك، مباراه سموحه والجيش. يمكن مباراه سموحه والجيش لها اهميه خاصه ان المباراه هتحدد مين من الفرقتين اللي هيكمل السباق نحو المقدمه، سواء مع النادي الاهلي ان شاء الله بفوزه النهارده والابتعاد في المقدمه ومواصله الزحف نحو تحقيق اللقب وحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، وقبل كده كمان فاز اكتر من مره بالبطوله. عايز اقول لحضرتك ان زي النهارده السنه اللي فاتت كان على نفس الصاله دي مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك، وانتهت بفوز النادي الاهلي 3-1، والنادي الاهلي قربته كتير قوي من الفوز بالبطوله والفوز في اخر مباراه والفوز بالبطوله امام سموحه. الاجواء هنا اكثر من رائعه، ان شاء الله تبشر ان احنا هنتفرج على لقاء اكثر من رائع. مباراه سموحه والجيش يمكن بدات متاخر شويه لان مباراه سبورتنج اللي سبقتها مع الطيران خسر بنتيجه 3-2، سبقها مباراه الاتحاد وهيئه قناه السويس وانتهت بفوز الاتحاد 3-1. وما زلنا دلوقتي بنتابع احداث الشوط الاول من مباراه سموحه والجيش، ولغايه دلوقتي الفريقين يمكن متعادلين بونت لبونت، ماشيين عدوا الاثنين ال 25، لكن طبعا لازم زي ما حضرتك عارف فريق ياخد بونتين متتاليين عشان يفوز بالشوط. ونتمنى ان شاء الله ان المباراه تخلص سريعا ومباراتنا ان شاء الله تبدا في ميعادها الساعه 8 مساء. زميلي محمد معايا؟ محمد هو لسه الماتش بادئ حالا بتاع سموحه وطالع الجيش. سموحه طالع الجيش لسه بادئ حالا؟ لا الماتش بادئ تقريبا من الساعه 7 الماتش تقريبا يا كابتن خالد ابتدى الساعه 7 وربع، ابتدى متاخر عن ميعاده، لكن هم لسه في الشوط الاول. يمكن الشوط الاول زي ما قلت لحضرتك الفريقين يعني دلوقتي النتيجه حالا قدامنا 32-31 لسموحه في الشوط الاول. يمكن المباراه بدأت متأخر شوية وكمان المباراة ماشية سجال، يعني احنا لسه في الشوط الأول ومع ذلك النتيجة 32 سموحة و31 الجيش. تمام، يعني المباراة بتاعتنا هتتأجل شوية تقريبا كمان نص ساعة لغاية ما يخلص مباراة طليع الجيش ونادي سموحة. في الغالب يا كابتن خالد هتبتدي متأخرة شوية عن ميعادها، لان واضح ان مباراه سموحه والجيش يعني هم واضح ان هم مصممين يفرجونا على مباراه كبيره، وواضح ان هم مصممين في التكمله على المنافسه. يمكن الفرقتين خسروا من النادي الاهلي، لكن سموحه عنده امل، كان فاز في مباراته امام نادي الزمالك. الاتحاد كان عمل طلائع الجيش كان عامل نتيجه كويسه مع النادي الاهلي وخسر بفرق شوط واحد 3-2. فالفرقتين يعني اتكلمت حتى مع الاجهزه الفنيه قبل المباراه، الفرقتين مصممين ان هم يعملوا حاجه ومصممين ان هم يكملوا، يعني هم عندهم امل النهارده ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق الفوز ويبعد شويه في المقدمه، هيبقى بعد بفرق ماتشين عن كل الفرق فوز. فهم عندهم امل ان الزمالك يتعثر ويبقى قدهم، يعني سواء سموحه او الجيش الاثنين بيلعبوا الماتش على امل ان واحد فيهم يبقى خسران بس ماتشين زيه زي الزمالك ويكمل في المنافسه تاني مع الزمالك، ويحاول ان شاء الله انه يلحق بالنادي الاهلي اللي ان شاء الله يحقق الفوز النهارده وينفرد بالصداره، ويبقى متبقي بس ان شاء الله في الدور الثاني انه يكسب اول ماتشين او ثلاث ماتشات، ويبقى بنسبه كبيره باذن الله ضمن الفوز بالبطوله السنه دي زي كل سنه ان شاء الله. زميلي محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، وهنرجع لك مره ثانيه باذن الله بعد شويه تانيين. هنروح لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره تانية معانا في تحليل مباراه الاهلي والزمالك في ختام دوري في ختام الدور الاول للدوري الممتاز لكره الطايره بين الاهلي والزمالك. خلينا لان الموضوع هيطول شويه معانا وهنقعد معاكم كتير، فخلينا نستعرض بدايات الدوري الممتاز. السنه دي كان عباره عن 27 او 28 فريق متقسم او قسمت على اربع مجموعات. خلينا نستعرض المجموعات مرة تانية عشان نبتدي نشوف آراء محللين النهاردة في نظام الدوري وجميع مباريات النادي الأهلي ونادي الزمالك. كابتن وائل، اتقسمت في الأول لأربع مجموعات، كان دوري غريب شوية إن الدوري يبقى فيه 28 فريق بتقسم كل مجموعة بتقسمها سبع فرق. هو طبعا اللي حصل إن في أربع فرق كان المفروض ينزلوا السنة اللي فاتت لكن ما نزلوش. فبالتالي كان في 24 فرق في الدوري، هو اوريدي طبعا كان عدد كبير جدا، مش 24 فرقه اتضاف عليهم اربعه، اتضاف عليهم اربعه، فبقى العدد زي ما هو قدامنا كده 28 فرق. تقسموا على اربع مجموعات، كل مجموعه سبع فرق، واتعمل الدوري على ثلاث مراحل. يعني عملوا اول مرحله اللي هي ديت تأهل منها اربع فرق، بعد كده يتأهل فرقتين عشان يخشوا الثمانيه، بعد كده من المرحله الثانيه. طبعا هو يعني
احنا اتكلمنا كتير في موضوع العدد الكبير دوت من الفرق، وخصوصا ان زي ما احنا شايفين كده ان حتى في الثمانية اللي بتأهلوا في الآخر بتلاقي دايما في مقسومة لجزئين، أربعة بينافسوا على الدوري أو أربعة فرق ليهم شكل منافس شوية، وأربعة فرق بينافسوا على المراكز. فبالتالي يعني بس يعني هي دي سياسة الاتحاد، هي برضو فيها وجهة نظر إن في بقى حركة، عارف طبعا الأندية المحافظات والأندية الصغيرة ما بتقدرش تصرف أو يبقى عندها حافز للصرف على الفرق غير لما يكون الفرق بتاعتها في مسمى تحت دوري ممتاز اللي هو بيقابل الأهلي والزمالك والجيش وسموحة، الفرق طبعا الكبيرة. فطبعا فالاتحاد برضو معذور، يعني هو عاوز ان يبقى في قاعدة عريضة، عاوز ان في فرق كتيرة يبقى موجودة ليها تواجد، في اسامي فرق فعلا او اسامي اندية او اسامي محافظات ما ينفعش مبقاش فيها رياضة زي كرة الطايرة. يعني اكيد معاك الكلام ده، لكن انا هختلف شوية معاكوا في الرأي، لان الفرق اكيد في فرق مستوى كبير قوي بين الاندية المحترفين واللي بتصرف صرف كبير على الكرة الطايرة، والأندية اللي هي لسه بتصعد إلى الدوريات أكيد ليهم أمل وأكيد عايزين يكونوا متواجدين، لكن فرق المستوى كبير كابتن نور، فرق المستوى كبير بين 6-7 فرق و 28 فريق. ده أنت في الثمانية الأخرانيين اللي في الدورات المجمعة كابتن قال مقسومين اتنين برضو، مقسومين كتير يعني. يعني طبعا يعني احنا لما هنيجي نبص على المجموعة الثمان فرق هتلاقي الاهلي والزمالك وطلاع الجيش وسموحه في حته، والاربعه التانيين دول في حته. طبعا احنا بنعذر الطيران، طبعا كان السنين اللي فاتت بيطلع تالت، يعني بيطلع قبل الزمالك تالت رابع. اللعيبه بتاعته 80% منهم مشوا. ليه يمشوا بنادي الطيران مع نادي الطيران برضو معاك لكره الطايره؟ والله عرض وطلب ماديا، يعني نادي الطيران مقدورته ان هو يقدر يدفع 10 قروش، ما يقدرش يدفع 40. يعني هو بياخد 10 مثلا في الطيران، جاله بره 40 و50 هيمشي حتى لو هو ابن الطيران يعني. فالطيران انا شايف ان هو بطل اصلا ان هو دخل من الثمانية. القناه كان مفاجاه اول مره يخش من الثمانية. طب كام على الثمانية الاخرانيين؟ انا بقول لك على الاربعه الاخرانيين في الثمانية. شوف بقى اللي بعديهم، لكن انت تخيل بقى اللي بعد الثالث، العشرين اللي هم اللي هم بيلعبوا بقى تحت. يعني احنا بنتكلم سبورتينج، اتحاد، دول ليهم تاريخ في الفولي، تمام، واخد بالك، بس هي قدراتهم الماديه كده. ما هو سبورتينج واتحاد، سبورتينج واتحاد وقناه وطيران. قناه اول مره يخش من الثمانيه، يعني اتحاد كان بعيد شويه فتره، النهارده رجع بقى يخش من قدامنا التمانية. استعراض للفرق المشاركه من الدور التمهيدي في المجموعه الثانيه، الاهلي هليوبوليس بتروجيت بني سويف وبنها النصر و6 اكتوبر. مش شايفين، خليها مجموعه عشان لو سمحت، يعني خلينا نتكلم على مجموعه بعد اذنك. المجموعه يعني الاولى هتلاقي المجموعه الاولى لو سمحت، هتلاقي الزمالك، سموحه، الشرقيه، الدخان، طنطا، ظهور، دلفي، المانيا. كويس، لو اتكلمنا على المجموعه الاولى النهارده، سموحه، الزمالك، في نسب صرف موجودين بيصرفوا على الرياضه. طبعا، وكانت المفاجاه ان سموحه السنه دي كسب الزمالك اربع مرات في الدوري ده، في الدوري مرتين، وخرج الزمالك من الكاس، وكسبوا في الدور الاول في الدوره المجمعه الاولى اربع مرات. مع العلم، الحاجة الغريبة بقى ان هو يعني اللعيب الاجنبي بتاعه المعد مصاب، يعني سموحة بيلعب الزمالك بالفيومي، يعني ما معهوش لعيب اجنبي، وكسب وفاز على الزمالك في الدورات المجمعة الاخيرة بتاعت الدوري، وده يعطل الزمالك، كسب 3-0، عطل الزمالك ماتش جامد يعني. كابتن نور، لو بصينا شويه للشرقيه وطنطا والزهور ودلفي والمنيا، يعني الفارق اكيد هيكون كبير جدا، اكيد اكيد يعني اكيد في فارق كبير، بس احنا بنتكلم الشرقيه برضو على قد مقدرته بيدفع، والشرقيه كان قاب قوسين ان هو يبقى موجود في الثمان فرق. يعني الشرقيه كان بينافس الطيران مين فيهم يبقى في الثمانيه ومين فيهم يلعب من المركز التاسع، بس هما لما ما دخلوش برضو الشرقية وقعوا نفس الكلام،
يعني وقعوا في الترتيب بقى من 19 اللعيبه فقدت الامل لان ما عملش التارجت بتاعه فبدا يخسر كتير كمان في من التاسع يعني. كابتن وائل هو سؤال مهم جدا، انت بتاخد اول اربع فرق بيبقى عندي ثلاثه في اول مجموعه بيروحوا يلعبوا دوري تاني مرتبطين مع بعض ولا كده بالنسبه يكون الدوري الممتاز انتهى؟ لا اللي تحت خلاص اللي هم وقعوا اللي هم الاثنين الثلاثه الاخرانيين دول بيلعبوا على الهبوط. على الهبوط خلاص. اللي في المرحله الثانيه بيلعبوا من 9 ل 16 اللي هم بيتم فرزهم من المرحله الثانيه. بيفرز من المرحله الثانيه 9 16 ما اعتقدش ان بيكون يعني في نتيجه، يعني المفروض ان المنافسه فيها منافسه بين فرق قريبه المستوى، لكن في الاخر من 9 ل 16 9 زي 16 ولا بيفرق في حاجه؟ هما في بعض الفرق اللي هي متوسطه الجدول بيفرق معاها في التارجت، يعني هو ممكن يكون رابط له العقد بتاعه ان هو يحقق مثلا العاشر او ال11 او ال12 او التاسع ايا كان، فبتفرق معاهم بس الحته دي. تمام. بس هو طبعا زي ما احنا شايفين كده ان في اسامي فرق كتيره كانت في فترات سابقه كانت دايما بتخش من الاربعه الاوائل او من السته او من الثمانيه وفعلا ما بقناش نشوفها، يعني شيريال الدخان نزلت السنه دي والسنه اللي فاتت ما كانتش موجوده، بتروجيت كان السنه اللي فاتت نفس الكلام ما كانتش موجوده والسنه دي برده مش موجوده. هي عندي تعليق على بتروجيت لما نروح للمجموعه الثانيه، خلينا نروح للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه فيها الاهلي وهليوبلس وبتروجيت وبني سويف وبنها والنصر وبني 6 اكتوبر سويف 6 اكتوبر عفوا 6 اكتوبر مظبوط هي 6 اكتوبر اخر حاجه. فلو شفنا بتروجيت تعليق على بتروجيت شركه بترول وفي صرف على الرياضه، وانا كنت عارف ان كابتن خالد عباس اعتقد هو كان ماسكهم فتره من الفترات يعني كان فتره فترات، والسنه اللي فاتت كمان ابتدى معاهم سيزون كابتن ممدوح اسماعيل. تمام. وكابتن ممدوح اسماعيل تمام. فلا برضه بتروجيت تاني سنه على التوالي ما تخشش ثمانيه، يعني يمكن السنه دي كانت برضه كانت قريبه بس ما دخلتش، ورغم ان بتروجيت كمان عندها قطاع ناشئين قوي جدا، يعني بتروجيت عندها قطاع ناشئين في كل الرياضات الجماعيه في الفولي وفي الفولي بالذات في الناشئين الاولاد. لا يعني ما عندهمش بنات، لا هو باعوا كتير قوي من الناشئين بس يمكن هي دي المشكله فعلا ان هم يعني هم باعوا، وهو كان عندهم جيل جامد جدا اللي هو المفروض يلعب تحت 20 السنه دي المسمى بتاعه اللي هم بيلعبوا في الزمالك النهارده، اللي هم حوالي 4 أو 5 فعلا في يعني هو اتنقلوا من نادي بتروجيت لنادي الزمالك. نادي الزمالك الثلاث اربع سنين اللي فاتوا اشترى كم لعيبه ناشئين من بتروجيت ومن الشرطه، يعني عمل فرقه كويسه جدا. وبعدين السنه دي الاتحاد راح مطلع قرار، الاتحاد راح مطلع قرار بعدم انتقال الناشئين والناشئات من نادي لنادي، يعني وقف الانتقال سنتين. فبتروجيت اللعيبه اللي المفروض تطلع تدعمه المميزين سابوا بتروجيت وانتقلوا لنادي الزمالك وانتقلوا لانديه اخرى. يعني حتى مش اللي عنده الكبار بس، الصغيرين الامل اللي المفروض يطلع يلعب في الدرجه الاولى مش موجودين. فده شيء طبيعي ان فرقه بتروجيت ما تخشش يعني. بس كان برضه في نفس المجموعه مثلا في 6 اكتوبر كان السنه اللي فاتت لاول مره كانت تخش للثمانيه بالظبط، السنه دي مش موجوده لان برضه لعيبه كتيره سابتهم وانتقلت لانديه ثانيه وبالتالي برضه وقعت. فهي للاسف الموضوع الشراء طبعا يعني هو حاجه كويسه ان في دوري المحترفين، لكن زي ما قلت حضرتك لما يكون في عدد كبير من الانديه دوت هيحصل طبعا دايما تفريغ في صالح الفرق معاها فلوس، ده هيبقى شيء طبيعي. هنقف عندها لان الموضوع الماده بقى موضوع مهم جدا في الرياضه، خلينا نقف عند النواحي الماديه في الكره الطايره وهنخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. رجعنا بعد الفاصل وتحليل مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول لدوري الممتاز للكرة الطايرة، منتظرين مباراة سموحة وطلائع الجيش تنتهي عشان تبدأ مباراة الأهلي والزمالك المباراة المرتقبة النهاردة. النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله الفوز بالنسبة له بيقربه بخطوة كبيرة لبطولة الدوري والبطولة المفضلة بالنسبة له، ونادي الزمالك محتاج إن هو يكسب المباراة عشان يقرب الفارق بينه وبين النادي الاهلي. لكن خلينا وقفنا قبل الفاصل عند النواحي الماديه، من 28 فريق النواحي الماديه بتشمل
خمس ست فرق بكتير، وفي مشكله في النواحي الماديه. كابتن نور، النواحي الماديه هي اهم حاجه في الرياضه دلوقتي. هي الرياضه ماده يعني، انت عندك فلوس خلاص هتقدر تبقى تكون فرقه كويسه تلعب بيها مع الموجودين عندك، بتقدر تنافس وتلعب على البطوله يعني. زمان وانت بتلعب كان اسعار اللعيبه ما كانش فيه اسعار خالص يعني احنا ليه؟ لعبنا في النادي الاهلي تحت 18 سنه خدنا بطوله الجمهوريه، ادونا شهاده استثمار ب 10 جنيه استحقاق الصرف سنة كام؟ بعد 6 شهور يعني. سنه كام ده يا كابتن؟ 73. 73 تمام. لعبنا بطوله كان في حاجه اسمها الدرجه الاولى، مفيش بقى مرحله بعد 18 سنه. كان في فرق انديه ما عندهاش غير درجه اولى اللي هي بقى من 18 ل 20 سنه. تمام. في الوقت ده اتخذنا منتخب مصر، في لعيبه كبار سافروا فراحوا مجمعين مننا احنا بقى البي تيم، عملوا منتخب فعطلوا النشاط شويه. لعبنا بطوله الدرجه الاولى، خدنا شهاده استثمار ب 30 جنيه. هي من 10 بقينا 30 جنيه. بقينا 30 جنيه. ما شاء الله ده زياده مرتفع 3 درجات. رحنا لعبنا منتخب مصر كاس عالم في اليابان 77، رجعنا لعبنا الدوري كسبنا، خدنا مكافأة الدوري 100 جنيه. 100 جنيه؟ طب ما هي عملت الدفع بدل الانتقال كان 6 جنيه. 6 جنيه بدل الانتقال. كابتن نور، خلينا نتكلم على الحقيقه دلوقتي وارتفاع اسعار اللاعبين واحتراف اللاعبين فرق كتير عن الايام اللي فاتت، فبقينا الموضوع بقى اربع خمس فرق هم اللي يقدروا يصرفوا على اللعيبه دي. هو ثلاث فرق اللي بيقدروا يصرفوا والباقي بيكمل يعني. الباقي بيكمل. كابتن وائل، حضرتك لحقت شويه في الاحتراف لكن الاسعار بقت مغاله فيها شويه، ولا ايه رايك حضرتك ايه؟ والله انا شايف كده فعلا، ان الاسعار مش واقعيه. انت بتدفع كتير قوي في زي ما قال كابتن نور، هم ثلاث اربع انديه اللي بيصرفوا دلوقتي فعلا، او اول اربع انديه في الجدول هم اللي بيصرفوا. فبالتالي انا شايف بصراحه يعني، طبعا ربنا يبارك لهم في اللي بياخدوه ده، اللعيبه ده يعني ده عرض وطلب، لكن انا شايف ان هي مبالغ فيها، وخصوصا ان ما فيش مردود مالي من معلش انا اسف يعني من بقيه الالعاب الجماعيه غير كره القدم. انا دلوقتي ما بدخلش مدخول عالي للنادي، انت بتدفع كل ده ليه؟ فهي دي تاريخ وبطولات النادي، لاي نادي بيحتاج يعمل تاريخ وبطولات طبعا، ده اكيد، ده ما بقولش حاجه، لكن انا بقول ان يعني طب وليه التضارب في السوق، ان انا اقعد ارفع فرصه اللعيبه وانا اوريدي هنا هم الاربع فرق، بس اربع انديه هي اللي بتتحكم في الموضوع، بس الاربع انديه دول يلعبوا اربع دورات وجماعه ونخلص. لكن يعني بص حضرتك، يعني زي ما قلنا كده، انا بالنسبه لي كمدير فني لما جم سالونا مره، يا جماعه انتوا عايزين تخلوا الدوري 50 فرقه خليه 50 فرقه. انا بالنسبه لي مش فارقه. قال لك ازاي؟ قلت له انا ما عنديش مشكله، ما انا هقعد لو انا ماسك فرقه من الفرق الاربعه الاولى في الترتيب حطني مع 20 فرقه تحت، هقعد العب معاها واجرب في لعيبه اكني بلعب نشاط تدريبيه. حاجه مهمه. وهاخد مكافئات فوز. هضحك عليكم، انا واللعيبه هناخد مكافئات فوز، مفيش مشكله. واقعد بقى جهز لحد ما العب الثمانيه اللي فوق لو انتوا عاوزين كده. فيعني بيقول لي رايك ايه، تعترض ولا؟ قلت لهم انا ما عنديش مشكله اللي انتوا عاوزينه اعملوه، بس انا انتوا عاوزين المصلحه؟ لا، قلل لي طبعا عدد الماتشات القويه في مرحله او مرحلتين عشان اعرف اركز مع فرقتي. يعني انت عاوز رايك ان تقليل عدد الفرق هو اللي هتدي ناحيه فنيه كويسه للشكل الدوري، وفي نفس الوقت هتعمل ناحيه فنيه لمنتخب مصر؟ اكيد طبعا، التركيز هيعلى اللعيب، مش بدل مثلا ما انا ببتدي الدوري في شهر 11 واقعد يبقى اول منافسه حقيقيه ليا مثلا شهر واحد او اثنين، طب ما انا من البدايه هعمل منافسه حقيقيه، هدخل اللعيب في التركيز من الاول. دي نمره واحد. نمره اثنين، لا قدر الله لو عندي اصابه، مع الاصابه ديت خلاص يعني انت يعني هتعمل ايه؟ انت بيتصاب منك في ماتش سوري انا اسف يعني ضعيف، ما مش مهم قوي. يدوس على نفسه بيلعب برضه، لازم يلعب في تقييمات انا بعملها طبعا، لازم يلاقي نفسه عشان بعد كده يلعب في السته او يلعب في ال 12، فبيتصاب بدري. طب ما انا من الاول يبقى في منافسه من الاول واخش على طول. نمره اثنين، هقدر اعمل، اقدر اسوق الدوري وابيعه، هقدر اعمل تذاكر، اجيب جمهور، يعني هقدر اعمل شكل من بدري. لكن انا انت دوري مستمر خمس اشهر، الواقع فيه فعلا هو شهر، مش منطقيه طبعا. خلينا فعلا يعني انا مع كابتن وائل العايدي، زي ما هو بيقول الدوري طويل جدا، والناحيه الفنيه العايده في اخر شهر تقريبا، لكن خلينا نقول لاتحاد الطايره
اعضاء اتحاد الطايره دلوقتي في مشكله ان هو محلول او في اواضي او في ايا كان الموضوع. خلينا نقول اتحاد الطايره عامه المسؤولين عنه ان لازم نفكر بشكل مختلف شويه، الناحيه الفنيه تكون ناحيه قويه عشان يقدر يستفيد منها منتخب مصر. خلينا نستعرض نتائج النادي الاهلي من الدور التمهيدي وبداياته في المجموعه الثانيه اللي كان فيها الاهلي وبني سويف وبتروجيت وبنها والنصر و6 اكتوبر. كابتن نور قلت لي بني سويف كانت فيه مفاجاه. والله انا ما كنتش متابع قوي الدوري لان سبب شغلي يعني انا مسؤول عن 5-6 فرق في النادي الاهلي، فما كنتش فاضي ان انا اتفرج يعني على ماتشات في الادوار الاولانيه يعني. لغايه لما الناس في بني سويف كان النادي الاهلي رايح لهم وهم علاقتي بيهم كويسه، فالناس قالوا ان هم عازمين فرقة الكرة الطايرة لما يجوا على الغداء على شرفي يعني. فروحت مع فرقة النادي الاهلي، كلمت الكابتن محمد مصلحي ورحب طبعا، ورحت قضيت يوم جميل مع الفرقة ومع واتفرجت على الماتش يعني. لقيت والله بامكانيات محدودة فرقة بني سويف عاملين فرقة كويسة جدا بتكلفة ما تجيش تكلفة لعيب في اي نادي من الـ الاربعة الاوائل. عملوا نتائج كويسة جدا، وبحب اشكر من هنا الكابتن محمد الدكتور بقى محمد سليمان ماشي، هو خد الدكتوراه الدكتور محمد سليمان المدير الفني لفرقة بني سويف ورئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره بتوع بني سويف، ناس محترمين جدا، شباب، مجموعه شباب وبيعافروا يعني في الصخر. حلو قوي بيعافروا ده كابتن. طبعا ما هو هتعمل ايه يعني. يعني ان هو يخش اول مره في حياتهم هم لسه صاعدين، ان هو يخش من الاربع فرق الاولانيين دور ال 16 او بالظبط كده، ان هو يبقى من ال 16 فرقه، انه يلعب من التاسع لل 16 ده شيء جميل جدا. قبل كده كان بيصعد ويلعب على الهبوط، يهبط وبعد سنه يطلع. ان هو بالامكانيات المحدوده دي قدر يبقى موجود في الدفع وبيلعب من التاسع لل 16، وانا شفت مباراته مع الاهلي عمل مباراه كويسه جدا على قد امكانياتهم المحدوده. عايز ارجع لنقطه تانية انا كنت معصرها يعني. كابتن العايدي كان لعيب وقتها يعني. احنا كنا في النادي الاهلي الكره الطايره بالنظام القديم كنا مظلومين جدا يعني. ليه كده؟ كانت عقود اللعيبه لا ده كان على مستوى مصر كلها. مش بتكلم على النادي الاهلي كنادي اهلي، كلام على الكرة الطايرة بصفة عامة. بصفة عامة في مصر كلها مش في النادي الأهلي. كانت عقود اللعيبة 20 بقت 40,000، وفي لعيبة في أندية تانية وأنت بتكسب الأربع بطولات. خلينا نقف عند بكسب الأربع بطولات عشان نخرج للقاء مهم جدا معانا من صالة الإسماعيلية. معانا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ومراسلنا محمد توفيق. مرة ثانية كابتن خالد برحب بحضرتك وضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين في تغطيتنا الخاصة والحصرية لمباراة النادي الأهلي والزمالك في الجولة السابعة من الدور الأول للدوري الممتاز للكرة الطائرة. يمكن ما زلنا في انتظار بداية المباراة، بنتابع إلى الآن مباراة سموحة والجيش اللي بنتابع أحداث شوطها الثاني والنتيجة حالا دلوقتي معانا 23 سموحة 22 الجيش من الشوط الثاني، والشوط الأول كان انتهى بفوز سموحة 34-32. معانا في هذه الأثناء كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. كابتن رؤوف يعني برحب بحضرتك في البداية، يعني النهاردة كعادة حضرتك دايما مساند فرق النادي الأهلي في كل مكان لغايه اسماعيليه وجاي ورا الفريق النهارده، يعني شايف المباراه ازاي وايه التدعيم اللي بتقدموه للفريق النهارده؟ يعني هو الاول برحب بقناه النادي الاهلي وباستديو التحليل كابتن خالد العوضي وضيوف. بقول النهارده الكره الطايره يمكن كانت في سنين طويله كلها كانت لا تعرف الا المنافسه ما بين ناديين. النهارده انتقلت الطريقه اللي بقت في كره السله،
ان اصبح حوالي اربع فرق بتتنافس، فكل مباراة ما فيش حد بيقدر يعرف نتيجتها، لا تحسم الا بجهود اللاعبين داخل الملعب. وزي ما احنا شايفين المباراة اللي شغالة دي، الشوط الاول خلصان 32-30 ودلوقتي اهو 23-24، ده بيدي صورة للسادة المشاهدين قد ايه الفرق متكافئة والفرق قليل جدا لا يحسمها الا التوفيق وعدم التوفيق. مباراة اليوم خشها النادي الاهلي والحمد لله على قمة الجدول دون هزيمة، يمكن جميع الفرق المشاركة عندها هزيمة او اكتر. النهاردة باذن الله بدون مقاطعة، يعني مكسب اليوم بيخلينا نقطع خطوة كبيرة جدا للاحتفاظ بالبطولة المفضلة للنادي الاهلي وهي بطولة الدوري. فاعتقد ان الفوز النهاردة بيخلي بيتسع الفارق ما بين النادي الاهلي وبقية الفرق، يخليه يلعب الشوط الدور الثاني وهو في اريحية يعني. فبنتمنى من الله عز وجل ان باذن الله يعني نكسب مباراة اليوم عشان نهديها لكل جماهير النادي الاهلي. كابتن رؤوف، يمكن كابتن خالد ودوف في الاستوديو كانوا لسه بيتكلموا قبل ما حضرتك تخش معانا عن الماديات، الانديه الثانيه فلوس اكتر لكن النادي الاهلي يمكن فلوس اقل شويه من الانديه الثانيه، لكن بسم الله ما شاء الله الاربع بطولات عندنا في النادي الاهلي. يعني هو زي ما الكابتن خالد طبعا قال، السوق بقى مجنون، يعني دخلت قوه شرائيه جديده وارتفعت اسعار اللاعبين، ولكن يبقى النادي الاهلي هو فرس الرهان، ان تقريبا جميع اللاعبين بتبقى الافضليه الاولى عند توقيع للنادي الاهلي. وعايز اقول يعني مش هقول سر، يعني اي لعيب من اللي قدام الساده المشاهدين دول وقع على عقود النادي الاهلي من غير ما يعرف لسه ممكن هياخد ايه ولا اي حاجه. المهم عندنا يعني بيبقى لازم يثبت رغبته ان هو عايز يجي النادي الاهلي، على طول بعد كده يعني كل الامور بتبقى ميسره. فالحمد لله يعني الفريق تم تدعيمه، يمكن احسن مجموعه لاعبين من احسن اللاعبين في مصر، والحمد لله معاهم جهاز فني كفء، جهاز مجلس الاداره يدعم الفريق بكل قوته، عنده بطوله افريقيا باذن الله في نهايه هذا الشهر، وافق مجلس الاداره على سفر الفريق لعمل معسكر في بولندا، وايضا وانا بكلمك دلوقتي سافر اول امس فريق السيدات بتاع الكره الطايره لصربيا برضو لعمل معسكر لبطوله افريقيا اللي هتبتدي يوم 14 وتحتضنها صاله عبد الله الفيصل في النادي الاهلي. فكل ده دعم من مجلس اداره النادي الاهلي للفرق الجماعيه، ولا يضن على فرق الجماعيه باي مسانده سواء بالتدعيمات سواء بالدعم المادي. فبنتمنى بالتوفيق لفرقتنا باذن الله النهارده. كابتن رؤوف، يمكن النادي الاهلي الطايره الاربع مسابقات باذن الله عندنا على طول في النية، يعني الحوافز ازاي بتخلق حوافز جديده للعيبه، يعني اللعيب كل سنه بيفوز بالبطولات جميعا اللي كلها بيخشها، الحوافز وازاي بتتكلموا مع اللعيبه لمواصله الانتصار وخلق حوافز جديده للفوز بالبطولات؟ يعني اعتقد ان لعيب النادي الاهلي جيل عن جيل مش محتاج ان انا اقول له ممكن اديله حافز ايه. لعيبه النادي الاهلي بنتوارث ان لا نعرف الا الفوز ولا نعرف الا المركز الاول. فانا اعتقد ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده دي كلها مزج ما بين الشباب والخبره، والخبره بتنقل روح الفانيله الحمراء وكافيه التمسك بالفوز لغايه اخر لحظه. فانا اعتقد ان النادي الاهلي تملي معود جمهوره ان هو يعني ما بيشبعش بطولات، هو ده النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات. فالحمد لله ربنا يزيد علينا البطولات والانتصارات لكل جماهير النادي الاهلي. كابتن خالد، لو ليك اي سؤال لكابتن رؤوف عبد القادر اتفضل مع حضرتك. محمد، عايز اسال كابتن رؤوف، يعني ما شاء الله النهائيات شرفت على الانتهاء، دخول الشهر ده عندنا بطولات افريقيه كثيره، استعدادات النادي الاهلي لبطوله افريقيه للكره الطايره سيدات ورجال، اخر الاستعدادات للنادي الاهلي. كابتن رؤوف، كابتن خالد بيسال حضرتك، بيقول لك يعني شرفت كل البطولات على الانتهاء الخاصه بالنشاط الرياضي، وكمان عندنا بطوله افريقيا للكره الطائره، اخر التجهيزات واستعدادات النادي الاهلي لاستضافه البطوله والنهائيات المقبله كلها في جميع الالعاب. يعني هو الحقيقه بالنسبه للبطوله تم اتخاذ قرار مجلس اداره بتكليف دكتور مهند مجدي لرئاسه اللجنه المنظمه العليا
لبطولة الطائرة للرجال، وأيضا الدكتور محمد سراج عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة المنظمة العليا لكرة الطائرة للسيدات. وبالطبع لم يتبقى إلا حوالي 11 يوم على بدء البطولة الأولى. على طول الاجتماعات مستمرة لجميع رؤساء اللجان المنظمة، وأعتقد أن من النهاردة لا يعني لو البطولة اتلعبت بكرة احنا جاهزين بإذن الله، كل اللجان كلها جاهزة. تم إعداد الفنادق وإعداد الصلاة وكل ما يهم الاتحاد الأفريقي اللي مبعوث في الريجوليشنز بتاعته اتوفرت، وجات لجنة التفتيش والحمد لله أثنت على استعدادنا للتنظيم، فإحنا جاهزين. أما يعني بالنسبة لبقية الألعاب بالنسبة للبطولات المحلية، لما نستعرض فرق السيدات الثلاثة في الألعاب الجماعية الحمد لله كل البطولات لغاية دلوقتي كسبها. ايه الموقف بتاعنا النهاردة بتاع كرة السلة؟ كسبان المسابقة الوحيدة اللي انتهت دوري المرتبط الحمد لله فاز بها فريق كرة السلة. طيب الدوري اللي احنا بنلعبه دلوقتي بيتصدره النادي الاهلي برصيد 19 نقطة بالشراكة مع نادي الاتحاد السكندري، يعني في المركز الاول حتى الان. خسارة امبارح طبعا انا عارف جماهير النادي الاهلي، بقول لها المهم ان مشوار طويل ومجموع النقاط هو اللي بيحسب الامور في النهاية. كرة اليد زي ما الجميع شاهد يعني مش عايز اتكلم، فرق 6 جوال لغاية اخر 5 دقايق وما حدث. اتركه الكابتن خالد العوضي، هو ادرى مني واخضر مني كعلم من اعلام كرة اليد في مصر لتقييم الامور وكيفية تحول النتيجة عن النادي الاهلي. وايضا ما زلنا بننافس على بطولة الدوري، الفارق نقطة ما بيننا وبين نادي الزمالك لسه في الدور الثاني بالكامل كله. في حالة لو سارت الامور على طبيعتها ستحسم الامور في المباراة النهائية، يعني فرصة النادي الاهلي ما زالت قائمة في احراز البطولة المفضلة ليه باذن الله. شكرا كابتن رؤوف والملك دوام التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا كابتن خالد، مستمرين في تغطيتنا للمباراه. يمكن واضح ان طلائع الجيش وسموحه مصممين ان هم عطلونا النهارده واخروا مباراه النادي الاهلي شويه. الشوط الثاني انتهى بفوز طلائع الجيش على سموحه والنتيجه بقت 2-1-1. ومعانا دلوقتي منضمنا في هذه الاثناء كابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره الطائره. كابتن احمد اهلا بحضرتك، برحب بيك والنهارده يعني استعداداتكم لاستضافه المباراه هنا في اسماعيليه ومباراه اليوم الاهلي والزمالك. مرحب بك قناه النادي الاهلي في نهايات الدوري العام الممتاز كرة الطائرة اللي بينظمه الاتحاد المصري باشتراك مع منطقة الإسماعيلية لكرة الطائرة. يمكن شاهدت مباراة اللي قبل ده، مباراة الطيران وسبورتنج انتهت 3-2، وفي مباراتين دلوقتي مباراة الجيش ومباراة سموحة والمباراة القمة بين الأهلي والزمالك إن شاء الله المرتقبة في نهاية الدور الأول. كابتن أحمد، كان مباراة النادي الأهلي والزمالك كان محدد لها الثامنة مساء. احنا طبعا شايفين من الظروف إن ماتش سبورتنج خلص بعد 5 أشواط وماتش سموحه والجيش ماشي سجال، يعني ايه اللي اخر المباراه او كان ممكن يتم تفادي تاخر المباراه او ايه اللي تم بالظبط؟ لا هي طبعا الدورات المجمعه بيحدث فيها هذا قبل كده، هي الحاجات ديت طول المباريات السابقه. مباراه بتطلع 5 جيم، ما نقدرش ان احنا نلعب على صالتين، كان في صاله ثانيه بس صاله صغيره عشان يبقى في تكافؤ فرص لجميع الفرق. واحنا كاتحاد طايره محددين مباريات 4 مباريات في اليوم، والفرق والمديرين الفنيين عارفين ان في مباريات بتتاخر، فاعتقد دي شيء طبيعي بيحدث في اي اتحاد او اي دوره مجمعه بيحدث فيها هذا الحدث. يعني احنا كنا بس نسال حضرتك للتوضيح وعشان المشاهدين يبقوا في الصوره معانا، الاستعدادات بقى للفتره الجايه يمكن الدور الثاني او الجوله الثانيه من مباريات الدوري هتبقى برده هنا في اسماعيليه، يعني كلمنا على الاستعدادات والفتره الجايه بشكلها عامل ازاي. يعني في البدايه انت خدتنا على طول كده، انا بس بمسي على الكابتن خالد العوضي وضيوف الكرام كابتن نور عطيه وكابتن هاني مصريح وكابتن وائل العايدي المحللين في الاستوديو، ودايما اسره كره الطايره مجتمعه لنهايات او لمصلحه كره الطايره في مصر. احنا استعدادنا دي نهايات الدور الاول هتنتهي ان شاء الله النهارده، هنبدا الدور الثاني الاسبوع القادم. بندي فتره راحه للانديه عشان استعداد للبطوله الافريقيه حوالي 13 يوم.
لان الانديه في انديه تعمل معسكرات خارجيه ومعسكرات داخليه، لان في اربع فرق من مصر مشتركين في البطوله العربيه البطوله الافريقيه للانديه اللي بينظمها النادي الاهلي للعام الثاني على التوالي، ونتمنى ان تطلع بطوله كعاده النادي الاهلي في التنظيم وفي البطولات سواء للسيدات او للرجال. بعد كده عندنا نهايات الدوري بعد البطوله الافريقيه، الفرق هتاخد راحه 10 ايام بعد البطوله، هيبدا نهايات الدوري، هينتهي الدوري المصري يوم 26/4 عشان عندنا ارتباطات دوليه خلال شهر يونيو ان شاء الله. كابتن احمد، شكل الدعم اللي بتقدمه، كان زي ما حضرتك قلت اربع فرق مصريه بيشاركوا البطوله الافريقيه، شكل الدعم اللي بتقدموه للفرق دي في الفتره الجايه؟ لا، احنا ما نقدمش دعم مادي للانديه، سواء فني او دعم بمعسكرات او دعم الاتحاد او حتى دعم بالتنظيم، يعني شكل الدعم بشكل عام اللي بتقدموه للانديه. لا، ان احنا ان تيجي البطوله في مصر دي بمشاركه من الاتحاد الافريقي برئاسه الدكتور عمرو علواني، ان الاتحاد المصري طلب البطوله وطلبها ان تتنظم للعام الثاني في التوالي، رغم ان كانت المنافسه الشرسه بين الترجي التونسي، الاتحاد المصري تدخل مع النادي الاهلي مع الاتحاد الافريقي، وان البطوله تتلعب في مصر ده دعم للفرق القوميه وللفرق المصريه، ان البطوله تتلعب في مصر، لما البطوله تتلعب في مصر ليها ابعاد ثانيه خالص، ليها راحه نفسيه للاعيبه، التكلفه بتقل، التنظيم نفسه اللي احنا كتعودنا كانديه مصريه التنظيم في كوادر موجوده سواء في النادي الاهلي او الانديه الاخرى اللي بتنظم او الاتحاد المصري كره الطايره، فدي عشان كده احنا دي ده دعم للفرق المصريه. الدعم الاخر ان احنا بنوفر لهم الوقت المساحه الزمنيه للمدربين، عشان في فتره معسكرات وفتره يعني بعد الدوري بيحدث، عملنا بين الدور الاول والدور الثاني فتره طويله للبطوله الافريقيه، فده الدعم اللي احنا نقدر نقدمه للانديه في الفتره القادمه ان شاء الله. كابتن احمد، ولك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن، الف سلامه. كابتن خالد، دي كانت لقاءاتنا الى الان من داخل صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه ومتابعه مباراه الاهلي والزمالك، وفي هذه الاثناء اللي بكلم فيها حضرتك النتيجه بين الجيش وسموحه التعادل في الاشواط 1-1 وتقدم الجيش على سموحه في الشوط الثاني 8-6. شكرا زميلي محمد توفيق، هنرجع لك مره ثانيه مع لقاءات اخرى من ارض المباراه. زي ما احنا شايفين يعني احداث كتيره، طبعا الجيش وعفوا سموحه والجيش 1-1 ونتيجه الاشوط اول شوط طلع 34-32، وده برده الجيم الثاني هتلاقيه مقفول برده، مقفول برده حوالي 26-24 تقريبا. ما قالولناش كام بس دلوقتي، دلوقتي ماشيين في 12-8 في الشوط الثاني. لا هو بيقول 8 حاجه او 8 حاجه. 8 كام؟ 8-6 تمام. رايك ايه؟ مستوى متكافئ بين الفرقتين يعني. خبره بقى المدير الفني اللي موجود هتحسم يعني. رايك ان ده هيستمر الخمسه جيم؟ ممكن يوصل المباراه الخمسه جيم. يوصل المباراه الخمسه جيم. بس ليا تعليق على موضوع، لان اطاله الماتشات ده سبب رئيسي لعزوف الجماهير وعدم البث التلفزيوني في فوائد كثيره. كان حصل تجربه السنه اللي فاتت مثلا، كان ممكن تحصل السنه دي، نقلوا اول ماتشين في صاله هيئه القناه 2 رقم 2 ولعبوا الماتشين اللي هم مهمين عشان يبقى الوقت مظبوط، وادوا فترات شويه طويله في الوقت، فده مثلا ده كان حل. او كان ممكن النهارده يخلي الماتشات وبكره كان خلى الماتشات المهمه الماتشين المهمين ورا بعض، بحيث ان احنا يبقى الماتش يتلعب في ميعاده، لان مثلا ناس عاوزه تتفرج على الماتش الساعه 8 بص الاقي الماتش هيتذاع لسه الساعه 10، طب انا ورايا حاجات مظبط نفسي، عارف ان الميعاد دوت نفس القناه اللي زايعه، طب المره كده انتوا مواعيدكم مش مظبوطه، بتضيعوا برامج وتدخلوا برامج في بعض. فاعتقد دي محتاجه ان هي تتراعى شويه من الاتحاد المصري، بحيث ان يبقى يحاول قدر الامكان يبقى المواعيد تختلف. برضه اليومين دول الاتحاد المصري مش كامل، الاتحاد المصري لا 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 بس في خبرات، هو اساسا يعني الفولي اتغير وبقى البونت بيتحسب تاي بريك والحاجات دي بسبب ايامنا، ان احنا كان ساعات ماتش ثلاث اربع ساعات كان بيقعد ثلاث ساعات وربع. كم؟ ثلاث ساعات وربع، بتقعد تضرب ثلاث ساعات وربع. فكانت عمليه صعبه قوي، فالاتحاد الدولي اصلا اقترح ده عشان حتى مهما يكون الماتش خمسه جيم دلوقتي في الظروف دي الماتش ما بيقعدش ساعتين يعني. فبس هو يعني كتنظيميا المفروض فعلا زي ما قال الكابتن العايدي بنضم صوته لصوته 100%. طبعا انه انت النهارده هتنقل هوا واخر ماتش في اول دور من الدوري من 8 فرق الكبار، كان لازم يفضي ويدي مساحة فرقتين بس يلعبوا على الملعب ده. يعني الماتش اللي شغال ده والماتش اللي هو بتاع الاهلي والزمالك والماتشين التانيين في صالة جنبيهم.
على طول. وهي مش سيئه يعني، يعني نفس الارضيه وهي صغيره اصغر شويه بس، هي صغيره في المدرجات بس، انما الملعب ومساحه الملعب هي هي يعني. وانت اصلا بتلعب من غير جمهور بالظبط، او كان ترى ماتشات 12 بدل 2 مثلا يعني، كان تدي ماتشات 12 و2 يعني. ما هو الكلام ده هو ده المفروض ان هو يحصل يعني، فما حصلش يعني. لاعب الناس كلها عشان يبقى فيه تساوي فرص، بيلعبوا ورا بعض برضه. انا بضم صوتي لصوت الكابتن وائل بصراحه، ان الماتش لما بيطول فعلا الناس الجماهير اللي هي عايزه تتفرج على المباراه او متابعه لكره الطايره، ودي اهم حاجه موجوده، بتتضايق، بتقفل، بتغير، بتروح اماكن كل الناس بتكون ظابطه وعيدة. نتمنى في المرحله اللي جايه من اتحاد الطايره باذن الله ان نحاول يظبط جدول المواعيد. لكن خلينا نرجع للدور التمهيدي ومباريات النادي الاهلي في الدور. لا، في الاول عايز اكمل كلامي قبل الفاصل لما اتكلمنا في حته الماديات. يعني انا ما كنتش مبسوط في الفترة اللي اشتغلت فيها في النادي الاهلي رغم كل البطولات اللي احنا جبناها وحققناها، لان انا لقيت فيه ظلم مبين على لعيبة، مش لعيبة النادي الاهلي، لعيبة مصر كلها في الكرة الطايرة، لان كانت العقود ضعيفة جدا. بس كان الوقت ده كابتن نور عايز حضرتك، بس الوقت ده بالذات كان العقود، مستوى العقود بالشكل ده ما كانش. لا، ما انا بتكلم، بتكلم على مستوى مصر كلها مش كنادي اهلي. انما انا بتكلم ان انت ما ينفعش يبقى عندك فرقه بتكسب 4 بطولات في السنه، دوري وكاس وعرب وافريقيا، والعقد 80,000، وفي لعيبه في العاب تانية بيعدوا 600,000، وانت عندك لعيبه من اللي بتديهم 40,000 و80,000 دول مصنفين عالميا. هو ده في ظلم بين يعني. بس اعتقد دلوقتي بقى الموضوع مختلف. لا خلاص، ما هو انت خلاص. ما هو انت دلوقتي لما بقى فيه عرض وطلب، عرض وطلب وعقد. يعني احنا زمان كنا زواج ابدي مع النادي، تفضل تلعب لغايه لما تموت. دي كانت احلى حاجه، مش مهم يعني، والله صدقني دي كانت احلى حاجه. الحته دي خلت النهارده اللعيبه يعني احنا كنا بنلعب في اخر ايامنا بالعافيه، احنا مش عايزين نلعب خلاص، تعبنا متجوزين وفاتحين بيوت عايزين نشتغل بقى عشان نصرف على بيوتنا طبعًا يعني طبعا، فعايزين نبطل. النهارده واحد زي اشرف الحسن 44 سنه ولسه محافظ على نفسه بيلعب، عبد الله واحمد صلاح ما شاء الله 35 34 عايزين يلعبوا، عايزين يكملوا، وعندهم وهم احسن ناس موجوده تمام. فيعني هو شيء اللعيبه خدت حقها، يعني اللعيبه خدت حقها وعرض وطلب. لو انا كويس هساوي 20 قرش، لو انت مش كويس هتاخد قرش، هتاخد قرشين. مظبوط. فعرض وطلب، هفضل محافظ على نفسي. انما لو مفيش فلوس هتلاقي نفسك انت بتوصل لسن 30 سنه وانت مش عايز تلعب، تلعب ليه وتأدي ليه؟ هي دي الحاله في الانديه الصغيره في مصر، اللي هي موضوع الماده وقله الماده بالنسبه لهم في مشكله، لان لازم تكون النواحي الماديه شويه متظبطه لكل الناس. ما هو الناس ما عندهاش امكانيات تعمل ايه؟ لا، دعم وزارة ودعم كبير يعني. لا، ما دعم الوزارة مش هيديله بما قيمته ان هو يجيب فرقة كويسة. خلينا نروح لمشوار النادي الاهلي. الناحية المادية هتبقى صعبة شوية، لكن خلينا نروح لمشوار النادي الاهلي في مرحلة الدوري العام في الدور التمهيدي، ونستعرض مشوار النادي الاهلي كله من اول مباراة عمل ايه ونتائج الفريق. في اول مباراة لعب نادي 6 اكتوبر او النادي الاهلي و6 اكتوبر في، وخلص المباراه 3-0. ايه يا كابتن تقول ايه؟ لا طبعا، نتيجه الدور الاولاني زي ما اتفقنا بالنسبه للانديه الكبيره شيء متوقع جدا. انت اغلبيه المباريات وان سايد جيم بتسمح للمدير الفني ان هو يجرب فيها لعيبه، لو عنده اصابات يعالجها، لو عنده ناشئين عاوز يكسبهم خبره بيدفعهم. فانا شايف ان مثلا قدام 6 اكتوبر نتيجه طبيعيه جدا 3-0. الماتش الثاني طبعا كان برده قدام بتروجيت 3-0، لان زي ما اتفقنا بتروجيت قل كتير في اللعيبه، خروج لعيبه بتروجيت قلل قوة بتروجيت بالظبط يعني. فده طبعا فرق كتير، بعده عن المنافسه تمام. هليوبلس يمكن بس خد من الاهلي جيم. هليوبلس السنه دي اكثر تمسكا من المواسم السابقه يعني، فكان عنده اهداف شويه، لكن زي ما قلنا برضو متوقع ان انت رغم ان هي ضعيف ان انت راح منك جيم في سبيل ان انت بتجرب ناس، بتدخل ناس، عندك اصابات بتطمن عليها، عندك ناشئين بتطمن عليهم، فوارد جدا ان انت يتاخد منك جيم او جيمين في الدور التمهيدي مش اكتر من كده.
يعني ما يفرقوش معاك كتير اللي انت بتجرب لا خلص لان انت المرحله الاولى بتروح بنتائجها انت يهمك التاهل من الاربعه اللي فوق حتى لو خسرت حتى يعني. لو خسرت لكن طبعا كنادي اهلي استحاله ان احنا بنفكر ببصش الخساره طبعا خالص يعني. اكيد كابتن وصعدنا في الجوله الرابعه بنها النصر بني سويف برضو 3-0 النتائج كلها ما هو انت بص للفرقه دي ترتيبها ايه في المجموعه يعني هو انت النادي الاهلي يعني لو اتكلمنا على الاربع فرق الكبار دور المجموعات الاولاني ده هو فسحه بالنسبه له هو اذا كان في خطط التدريبيه بتاعته محمل بيفضل محمل طول طول الماتشات ديت ما بيفرقش معايا مرن الصبح وبعد الظهر بيتمرن لو الماتش على ملعبه بيتمرن بعد الماتش لانه ما بيتحسبش ان هو لعب وبذل مجهود يعني فالفرق الكبيره بالنسبه لها هي بتستعد وبيلعب كل الناس اللعيبه الصغيرين بيصعد ناس من تحت يعني النادي الاهلي مثلا هتلاقي معاه يوسف حمد الصافي هتلاقي معاه الحسيني الصغير عبد الرحمن الحسيني هتلاقي معاه يوسف مرجان بيطلع ناس من الصغيرين يدربهم يلعبوا ودول لعيبه واعده يعني انت السنين اللي جايه ان شاء الله السنتين اللي جايين هتلاقي طالعين زي الصاروخ فردتين اربعات تقال في النادي الاهلي ومش في النادي الاهلي بس وفي مصر يوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني ما شاء الله عبد الرحمن اخو الحسيني وبيلعب تحت 17 سنه ولعيب احسن لعيبه مصر بس ما شاء الله من احسن لعيبه مصر ويلعب درجه اولى يعني بس هو ثانويه عامه فمش قادر كمان بقى ان هو يلف مع مع الفريق الاول يعني انت بتطمننا في المرحله اللي جايه ان فرق الناشئين والشباب في النادي الاهلي ما شاء الله في ضخ كويس لا الحمد لله يعني انا مسؤول عن قطاع الانسات تحت من 8 سنين لغايه 16 سنه كويس عندنا قاعده مرعبه يعني ما شاء الله ما شاء الله في الثمان سنين عندنا 25 بنت جامدين جدا مسؤول عنهم يسرى عبد الكريم وساره طلعت اثنين مثلوا النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي وكباتن مصر عاملين جيل كويس جدا فرقه العشر سنين امبارح كسبت البطوله اول امبارح فرقه 12 سنه كسبت هو احنا بس عندنا فرقه 14 سنه وقع مننا خدوا تاني قاهره بس لغايه دلوقتي في الجمهوريه في النهائيات اول مجموعتهم هي بس هعدل المسمى حضرتك قلت عليه هي وقع مننا يعني هي خسرت بطوله ايوه ما احنا بالنسبه لنا احنا النادي الاهلي يا بيه طبعا لو ما بتطلعش الاول يبقى انت فشلت تمام عشان كده انا بقول لك وقع يعني انا بقول لك رغم ان هي تاني قاهره طبعا احنا بنكافح يعني طبعا طبعا انت طلعت تاني قاهره وانت لغايه دلوقتي هتخش على النهائيات في مجموعتك انت الاول يعني لما هتخش النهائيات انت اول مجموعتك ما شاء الله دي الفرقه اللي بنقول واقعه عندك فرقه 16 سنه امل مصر والنادي الاهلي فيها يعني حوالي 8-9 بنات يتصعدوا يلعبوا في الدرجه الاولى يلعبوا ممكن لقيت تهاني توصل مره ثانيه في النادي الاهلي تهاني توسن صعب ان هي تتكرر لان هي عارف حاجه كده فلته من فلتات الزمن في الكره الطايره النسائيه حاجه اسطوره يعني عايز اسالك سؤالية كانت فعلا بتلعب مع فرق الولايات في النادي الاهلي لا يعني تهاني توسن لحقتني في اخر ايامي في اخر سنه مثلا بلعب وهي كانت جايه ثانويه عامه بالمنيا كنا احنا معسكرين هنروح نلعب بطولة افريقيا كنا معسكرين في بورسعيد تمام الكابتن رؤوف كان مدير فني لفرقة البنات كويس كان معسكر في بورسعيد معانا عشان هيلعب نهائي الدوري اهلي وزمالك في بورسعيد فانا هناك بهزر الكابتن رؤوف يعني احنا لعبنا مع بعض طبعا وعشنا مع بعض يعني اخويا وحبيبي فانا بهزر معاه بقول له امال تهاني فين؟ قال لي دي ثانويه عامه وهتيجي على الماتش. قلت له طب انت معسكر ليه؟
الفرقه مش موجوده يعني. لا بس اكيد في نجمات كتار يا كابتن اكيد ما بس احنا يعني هزار. بس احنا الواقع الهزار دعابه يعني. طبعا طبعا لا كان في الوقت ده كان موجود انا حمزه وكان موجود منى عبد الكريم وكان موجود تنساش حد كلهم نجمات ما هو انا مش قادر يعني خايف انسى حد يعني ونجلاء فوزي وكده عايز اقول لك ان توتو جت يوم الماتش ببيجو من المنيا على بورسعيد نجمه طول عمرها دغت الزمالك 3-0 وركبت البيجو ورجعت على ساعتها قالت لي يعني من ضمن الدعابه كانت بتخش تشوف معانا على شبكه الولاد يعني فقالت سين من اللعيبه يعني ده المفروض يجي يلعب مع البنات وانا اجي العب معاكم في الولاد ما عاد كابتن روح العلاوه لا ما هو مش مشكله خالص مش هينفع ان احنا طب انا لسه اسالك سؤال يا كابتن روح بما ان كابتن روح تطرق لقطاع الناشئات في تجربه جديده في النادي الاهلي السنه دي بالاثنين كباتن اذا كانت كابتن يوسف عبد الكريم او كابتن ساره طلعت راي كابتن وائل العايدي في هذه التجربه الاثنين كباتن موجودين كبار في النادي الاهلي يمرنوا سن 8 سنين في النادي الاهلي طبعا هي تجربه هايله واولا طبعا انا احب اشكرهم ان هم يعني اسمين وقيمتين زي دولت رديو ان هم يعني يمسكوا سن صغير ويديهم خبراتهم وطبعا يعني كابتن رؤوف والنادي الاهلي برضو ان هو بالي اول مره في النادي الاهلي اول تجربه في النادي الاهلي بالظبط يمسك اثنين فرقه واحده دي مش موجوده في النادي الاهلي اول مره تحصل لكن طبعا نظرا لقيمتهم والنادي الاهلي برضو بيدعم ابنائه وعاوزهم يبقوا موجودين في النادي الاهلي دعمهم دعم وجودهم من كابتن رؤوف فلا انا شايف ان هي تجربه هايله والاثنين على فكره انا شايف برضو ان هم يعني ان شاء الله مكانهم هيبقى بعد كده مع السته يعني يستحقوا ان هم يبقوا مدربين فنيين يعني مدربين لفرق في الوقت اللي جاي هل يا كابتن وائل من وجهه نظرك ان كل فرق النادي الاهلي لو في القطاع الصغير ده 8 سنين و10 سنين مسكوا باثنين مدربين ده يبقى ده فيه نجاح كبير للنادي الاهلي بص هو في مشكله في العدد بمعنى ان الموضوع دوت يعني الواحد خد باله منه انت دلوقتي لما تسجل 25 ناشئ كويس وطبعا انت بتسجل 25 لكن انت بتبتدي بحوالي 30 او 35 40 و 50 40 و 50 لما يبقى معاها مدرب واحد انا شايف استحاله الواحد يعني الواحد لما بيكون معاه 12 لعيب او 15 لعيب بيبقى مش خايف يظلم حد او خايف ان هو ما يديش جرعه تدريبيه مناسبه لحد او حد يقع منه ما بالك بقى بناشئين واطفال صغيرين محتاج ان انت تعلمهم وتكسبهم خبرات وتعلم يعني وتثقلهم وي 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 وتربي كمان زائد التعليم الفني تربي وتنمي شخصيه وتبني شخصيه لا طبعا ده انا شايف ان ده حاجه مهمه جدا مهم ان يكونوا اثنين متواجدين في الاهم بقى كلها. والاهم بقى وده يعني اللي انا بحطها تحتي 100 خط واتكلمت معاها في كابتن نور فضل. الاهم ان الولاد النادي يمسكوا انا ما بقولش حاجه مصر مليانه مواهب ومدربين والنادي الاهلي او من حقه انه يجيب افضل كفاءات بره لكن حته روح الفانيلا وحته ابن النادي معلش دي مهمه تفرق كتير عجباني صراحتك لا انا بص يعني الحمد لله رب العالمين انا يعني صح. صريح لا دي مهمه مش علشان برضه اصل في ناس تقول لك اصل ده بعايه او ده تعبي لا مش موضوع كده خالص انا بقول ان الاهلي مش كده ابن النادي اللي لبس الفانيلا الحمراء وعارف روح الفانيلا اللي هيعرف يغرزها في الجيل اللي طالع عشان ما نلاقيش في بعض اجيال ده مش موجود بصراحه بما تترك الناشئات لازم تترك الناشئين في النادي الاهلي والشباب في النادي الاهلي رايك كابتن وائل العايدي فيهم ايه؟ في مواهب كويسه في فرق قد تكون فيها اكتر من 8 9 لعيبه في فرق فيها موهبه او موهبتين النتائج اتحسنت في اخر سنتين قبل كده كان حاصل دروب شويه في النتائج ابتدت تتحسن في اخر سنتين ماشيين في اتجاه معقول لكن انا شايف ان محتاج شغل اكتر من كده محتاج شغل اكتر من كده اكيد كابتن لو عايزين يا شادي لو سمحت نستعرض بقيه النتائج برضو واحنا ماشيين وبقيه المجموعات كابتن نور لو رحنا لبقيه النتائج هنلاقي برضو النادي الاهلي بيكمل نتائجه في المرحله الاولى بعد الفوز على بني سويف بدا برضو 6 اكتوبر تاني و 3-0 بتروجيت 3-1 اليوبتس 3-0 بنها 3-0 النصر 3-0 وبني سويف 3-0 تقول ايه؟ ما هو احنا بنتكلم ان انت بعد ما تطلع الاول في المجموعات الاولانيه كل ده في دور تمهيدي لسه انت بتخش على سهل برضو يعني بتاخد توالت وروابع المجاميع الثانيه تمام فبرضو المستوى لسه ما وصلش كل ده بيبقى فسحه برضو للاربع فرق الكبار اللي قلنا عليهم عايزين يا شادي نستعرض الدوري في او المباراه النهائيه
اللي هي المباريات النهائيه اللي بالنسبه للنادي الاهلي في الست ماتشات اللي فاتوا لو سمحت. النادي الاهلي لعب ست ماتشات مع هنبدا ب ده مش دور النهائي ده قبل النهائي كله برده خسر 3-0 شادي اللي بعديه لو سمحت كمان اللي هو فيه نتائج الفرديه للفرق مع طليعه الجيش وسموحه وسبورتنج والاتحاد السكندري وقناه ونت طيران. كابتن نور شايف الفرق لما لعبت النادي الاهلي برده في فارق مستوى. طبعا ما هو يعني هو العمليه يعني ماتشات كتير يعني احنا بنتكلم عليها. طبعا هو بالنسبه للفرق بقى الامكانيات على قدها يعني هم مبسوطين ان هم بيلعبوا ماتشات كتير. تمام. بيلعبوا كتير مع الاهلي، بيلعبوا كتير مع الزمالك، بيلعبوا كتير مع طلاع الجيش، بيلعبوا كتير مع سموحه. انما هو احنا بنتكلم بالنسبه للفرق الكبيره دي، ما هي عارف انت اما تبقى كسبان وبتلعب بالكعب كده في الكوره هو نفس الشيء. هم عارفين ان هم عارفين ان هم داخلين هو مركز لحاجه معينه للدورات المجمعه الاخيره اللي هي بتحسم الدوري يعني. وهو ده اللي بيبدا يتحسب. يعني بدايه حسبه الدوري بالنسبه للثمان فرق اللي دخلوا مش انا داخل تاني وانا داخل تالت، لا هي بدايه الثمانيه. يعني الزمالك خسر من سموحه مرتين في الاول، كل ده مش محسوب. لكن هو دلوقتي بيبدأ من بدايه بقى الثمان فرق كل البونت محسوب. تمام. خلينا نقف ونتوقف وهنخرج للزميل محمد توفيق من ملعب المباراه عشان معاه حوار مهم جدا مع مدير فريق الكره الطايره بالنادي الاهلي اللواء خالد ابو زينب. اهلا بيك مره ثانيه كابتن خالد، برحب بحضرتك وضيوف الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين مع حضرتك ولتغطيتنا لمباراه الاهلي والزمالك والكره الطائره ولقاءاتنا ما قبل المباراه. وانضم لنا دلوقتي اللي هو خالد ابو زينه المدير الاداري لفريق النادي الاهلي. يعني سياده اللي هو بنرحب بحضرتك في البدايه، يعني المباراه يمكن اتاخرت عن ميعادها لكن مباراه الجيش وسموحه واضح انها المنافسه بقت شديده قوي في الدوري وكل الفرق مصممه انها تكمل في المنافسه. اول حاجه انا طبعا بشكر قناه النادي الاهلي ان هي استضافتني في اللقاء ده قبل المباراه. طبعا برحب كابتن خالد العواضي وكابتن نور عطيه وكابتن هاني مصلحي وكابتن ايمن العيدي في الاستوديو التحليلي. احنا طبعا المباراه دي النهارده تعتبر اخر مباراه في المجموعه دور الاول. احنا كنا في مجموعه هنا لعبنا امبارح مع الاتحاد، الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا 3-0، والنهارده ان شاء الله مباراه الزمالك مباراة حاسمة جدا. أنا وجهة نظري الشخصية إن الفريق بإذن الله هيحسم المباراة. حسمه للمباراة معناته أكتر من 65% من الدوري إن شاء الله هيكون لصالح النادي الأهلي. إحنا طبعا عندنا مجهود كبير في الفترة اللي جاية لأن عندنا عقب المباراة بتاعت النهاردة في مجموعة تانية هتتلعب وبعدين نهائي الكاس 18 و19 مارس وبعد كده تاني يوم على طول السفر لمعسكر الاعداد لبطولة افريقيا. 9 ايام في بولندا هيعقبهم بطولة افريقيا وبعدين نهايات الدوري. طبعا احنا في ماراثون كبير جدا 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 جدا. الجهاز الفني والاداري والطبي يعني مركزين جدا مع اللاعبين. اللاعبين الحمد لله بنطمن النادي الاهلي وبنطمن الجمهور بتاع النادي الاهلي ان الفريق ان شاء الله عايز يحسم الثلاث بطولات. الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها بقى وقفه مجلس اداره النادي الاهلي معانا بقياده كابتن محمود الخطيب، راجل بيتابع على طول النتائج بتاعتنا والحقيقه كان مهتم جدا بمعرفته للنتائج. امبارح الاستاذ محمد الجرحي كلمني لعمري بيه فاروق قبل ما نسافر، التقيت بيه في النادي وسالني على الفرقه وقلت له الحمد لله وطمنته. الاستاذ محمد ضماطي كلمني قبل ما يسافر وقال لي شد حيلكم احنا عايزين ربنا يكرمنا السنه دي. اغلب اعضاء مجلس الاداره استاذ محمد سراج و مهند بيه وكل اعضاء مجلس الاداره خالد بيه الدرندلي وخالد بيه مرتجي دايما يسال برضه. اللي انا عايز اقوله فرقه النادي الاهلي ان شاء الله السنه دي مصممه ان هي تحسم البطولات الثلاثه للحفاظ عليها السنه اللي فاتت، لان فعلا اداره النادي الاهلي واداره النشاط الرياضي بقياده كابتن رؤوف عبد القادر ما قصروش خالص 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 مع الفريق ولا مع الجهاز في اي حاجه، واي حاجه احنا طلبناها اتذللت. والفريق اتدعم باتنين لعيبه كابتن احمد صلاح وكابتن محمود رؤوف، وجبنا لعيب اجنبي.
طبعا عوده بقى محمد عبد المنعم كانت مفاجاه طبعا، احنا ما كناش عايزين نتكلم عليها، لكن ابتدى خلاص من اسكندريه ينزل المباريات وابتدى ان هو يشارك، وامبارح لعب اكتر من شوطين في مباراه الاتحاد، وطبعا عنده اصرار كبير جدا للرجوع. بنتمنى برضو الشفاء لكابتن احمد قطب بعد اجراءه عمليه الرباط الصليبي. كابتن عبد الله عبد السلام وحسام يوسف مؤدين الفريق على درجه عاليه جدا على مستوى مصر كلها، ليبرو الفريق، وعندنا اتنين ليبروات تانيين صغيرين، عندنا كابتن عبد اللطيف، عندنا عبد الرحمن سعودي اللي لسه طالع سنتر بلوك قوي جدا ومبشر بالخير. كل دول متكاتفين ومتجانسين، مش عايز انسى حد من اللاعبين لان بصراحه بذلوا مجهود كبير جدا. لازم اشكر بقى في يعني محمد مصلحي، كابتن محمد مصلحي بذل مجهود كبير جدا 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 جدا، يدل على اخلاصه وتفانيه مع الفريق، وبصراحة احنا كلنا ايد واحدة معاونينه كابتن تامر تايجر وكابتن محمود جمعة جهاز الطبي الدكتور اهاب فخر الدين وهيثم اللي ما بينامش طول الليل علاج مع اللاعبين وجلسات، والمدلك مكي والاداري اللي معايا كابتن ايمن علي. بصراحة الناس كلها بذل مجهود كبير جدا 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 مع الفريق والخدمة الفريق، والنادي ما قصرش خالص. احنا يعني كل حاجة اتذللت لنا، ما تبقاش غير ان احنا نحصل البطولات. وبنشكر تاني مرة مجلس ادارة مع كابتن المحترم جدا الكابتن محمود الخطيب اللي فعلا يعني بيدير بحنكة وبيدير بهدوء تام تمام، وعايز يوصل بالنادي الاهلي في كل الالعاب لبر الامان، واحنا شايفين اهتمام كبير جدا من اداره النادي معانا. ده يعتبر ملخص لينا في الفتره اللي فاتت وكل الامنيات، وبنشكر قناه النادي الاهلي ان هي متابعانا في كل اللقاءات وفي كل المحافل. فده يعتبر الموجز بالنسبه للفريق، وانا يعني باذن الله بنطمئن باذن الله بعد المباراه بفوزنا، لان اللعيبه عندها اصرار كبير جدا للفوز النهارده ان شاء الله. كابتن خالد، على الاستعدادات بقى على الجانب الاداري الفتره الجايه، يمكن الدور الثاني هيبتدي برضه نفس مع الليا ان شاء الله من نهايه الاسبوع، وبعد كده هيبقى في السفر لمعسكر خارجي، يعني استعدادته ازاي اداريا خاصه للموضوع؟ والله هي كانت موضوع شق جدا، لان انت عارف حضرتك موضوع التاشيرات وحجز التذاكر، لكن معانا استاذه محترمه في النادي ماسكه الحجوزات الاستاذه نسمه طاحون، بصراحه يعني زللت لي كل الاجراءات في التاشيرات وفي حجز التذاكر، واحنا نعتبر يعني انهينا كل الاجراءات، احنا في انتظار بس القرار الوزاري يطلع. بالنسبه للفريق ان شاء الله احنا عقب مباراه النهارده عندنا راحه، بكره هنتمرن ان شاء الله يوم الثلاث، ويوم الاربع هنرجع تاني الاسماعيليه عشان نلعب الدور اللي جاي. الدور اللي جاي عندنا ثلاث مباريات، المباراه الاولى مع نادي الطيران، والمباراه الثانيه مع نادي سبورتنج، والمباراه الثالثه هتكون قويه شويه مع نادي سموحه. انا يعني بقول باذن الله انا مراهن على اللعيبه، اللعيبه عامله مجهود كبير جدا. عقب ما هنخلص حضرتك يوم 11 هناخد ثلاث ايام تدريب في النادي الاهلي او اربعه، هنرجع تاني الاسماعيليه هنلعب السيمي فاينل حضرتك يوم 18، والنهائي يوم 19 بالليل، والسفر هيكون يوم 20 باذن الله الصبح الى بولندا كانداسك في بولندا. كابتن قلت لكم التوفيق وربنا يعينكم على اللي جاي باذن الله. متشكر جدا وبشكر قناه النادي الاهلي وبشكر الكابتن خالد العوضي وبشكر ضيوفه الاعزاء كابتني كابتن نور عطيه واخواتي كابتن هاني مصلحي وكابتن ايمن العيدي. العفو، ربنا يخليك، شكرا. كابتن خالد، ده كان لقائنا مع اللواء خالد ابو زين المدير الاداري لفريق النادي الاهلي لكره الطائره، يعني مكملين ان شاء الله لقاءاتنا فيما هو جاي ومتابعتنا الخاصه والحصريه لمباراه الاهلي والزمالك في الجوله السابعه من الدور الاول في الدوري المصري لكره الطائره. بشكرك زميلي العزيز محمد توفيق على لقائك مع اللواء خالد ابو زينه، لكن في حاجه مهمه، هو كان فعلا النهارده المفروض كان يكون معانا كابتن هاني مصلحي، لكن لظروف شخصيه ما قدرش يتواصل معانا، ومعانا نجمين التحليل النهارده وكباتن النادي الاهلي كابتن نور عطيه والكابتن وائل العايدي في تحليل مباراه الاهلي والزمالك في نهايه الدور الاول، منتظرين لقاء سموحه وطليع الجيش ينتهي عشان نبدا ان شاء الله باذن الله مباراه الاهلي والزمالك، لكل جماهير النادي الاهلي مستنياها
عشان تتفرج فيه عليها على قناة النادي الأهلي. كابتن نور، وقفنا عند نتائج النادي الأهلي في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، قلنا إن هي نتائج كلها تحضيرية، لكن كانت مهم جدا النتائج في الدور الأول في المرحلة النهائية. لعبنا 6 مباريات مع 6 فرق، هنستعرض نتيجة نتيجة مع زميلنا العزيز شادي النهاردة. فتقول إيه عن النتائج دي؟ والله هي نتائج كلها طبيعية، هو بس أول مباراة كان مع الطيران. كان مع الطيران نتيجة أشواط 25-16 25-17 و25-17 بفارق 9 بونت و8 بونت. شيء طبيعي يعني، وارد يعني أنه هو الماتش يبقى كده لمستوى الفرقتين. فحتى يعني ممكن النادي الاهلي يكون بيلعب وهو في اريحيه يعني في المباراه بينه وبين نادي الطيران. طبعا الطيران كويس قوي، ان هو يعني حسن حصري، كابتن حسن حصري صديق مدير الفني، صديق وحبيبي طبعا من المديرين الفنيين الجامدين في مصر، وراجل مدرب عام منتخبات مصريه كتير، وهو مدرب هايل وقدر بالامكانيات المحدوده اللي موجوده في نادي الطيران السنه دي رغم ان غالبيه اللعيبه سابوا الفرقه ومشوا. كان عندهم اعتقد احسن ضارب في تحت 23 سنه راح لسموحه السنه دي. في لعيبه عنده لعيبه طبعا هشام تقريبا هشام يسري فطبعا الفرقه على قد امكانياتهم، كويس ان هو دخل السنه دي في ال8 فرق يعني. فماتش عادي جدا طبيعي جدا ان السكور يبقى كده يعني. السكور يبقى كده. هو دلوقتي على ارض الواقع من ملعب المباراه سموحه وطلائع الجيش الشوط الرابع، ونتيجه 9-4 لنادي سموحه، وبنتيجه اشواط 2-1 لطلائع الجيش. شكلنا هنلعب الشوط الخامس 10-4 لسموحه، فشكلنا كابتن وائل هنلعب الشوط الخامس خلاص. شكلها كده. خلينا مفيش مشكله، هنكمل ونشوف المباراه الثانيه كانت مع نادي مين في الجدول، في جدول المباريات. المباراه الاولى خلصنا مع نادي الطيران 3-0، والمباراه الثانيه كانت مع نادي قدامنا هي على الشاشه طالعه مع نادي سبورتنج، كانت بنتيجه اشواط 3-0. كابتن وائل قدامنا على الشاشه اهي 25-19 و25-18 و25-27. نادي سبورتنج برضه ما هو بيدعم يا كابتن وائل، ولا مش بيدعم في الكره الطايره زي الباسكت مثلا؟ لا، هو مش بنفس قوه تدعيمات الباسكت. لكن هو برضو الملاحظ ان هو من التدعيمات بتاعته كان غالبا خد 3 أو 4 لعيبه من ناشئين الاهلي اللي هم خلصوا مع النادي الاهلي تحت 19 سنه وانتقلوا لنادي سبورتنج. اظن كان في احمد ماهر سنتر بلوك، كان في بصير مصطفى جابر ابن جابر عبد السلام، ابن جابر عبد السلام بالظبط. تمام. وابن ممدوح اسماعيل بالظبط. فهو عنده برضو يعني مستوى اعمار فرق قليل شويه. كان عنده لعيب مستقبل هايل ضياء، راح السنه دي نادي الزمالك. فهو نقص في حاجات، لكن انا شايف ان الفرقه السنه دي كنتائج انا شايف ان هي وكتماسك فرقه احسن كتير من السنه اللي فاتت. ورغم كده الحمد لله احنا شايفين برضو نتيجة الاهلي كانت مريحه جدا يعني. بنتكلم برضو 19 18 17 ده في الفولي، طالما ما عداش ال 20 بيبقى نتيجه بالنسبه للفرقه مريحه. كابتن نور، النادي الاهلي لعب مباراه ثالثه مع نادي سموحه وفاز ايضا 3-0 بنتيجه اشواط، هنشوفها حالا قدامنا على الشاشه بنتيجه اشواط 25-16 والشوط الثاني بنتيجه 28-26 والشوط الثالث بنتيجه 25-17. الشوط الثاني قال حاجه اكيد هم يعني حاولوا فريق سموحه، انما هي برضو احنا بنتكلم في قدرات لعيبه واسامي لعيبه ليها هيبه في الملعب. فشيء طبيعي انه الماتش يخلص كده، ولو ان يعني سموحه شد في الجيم الثاني، انما الجيم الاول والثالث شافوا ان هم برضو الفرق كبير يعني. مش هو الجيم التاني لو اتاخد من اي فرقه يوصلوا يبتدي يلعبوا يخشوا على الثالث والرابع وكده، بياخدوا ثقه في نفسهم شويه ان هو يعني اللعيبه اللي معاه اصغر، مش نجوم زي الموجودين في النادي الاهلي. انه لما يكسب ياخد شوط من النادي الاهلي في فرقه فيها عبد الله، فيها احمد صلاح، فيها حسام يوسف، فيها عبو، فيها عادل،
فيها منع. هو محمد عادل جاي من نادي سموحه، منتقل من نادي سموحه. عادل من سموحه معاك من السنه اللي فاتت. من السنه اللي فاتت بقاله سنتين في النادي الاهلي. سنتين في النادي الاهلي. بس برضه مهندس فرج عامر كرئيس نادي سموحه بيصرف على العاب رياضيه. بس مش بيصرف زي النادي الاهلي يعني. بس برضه في الباسكت بدعم يعني صارم. بيدعم ماشي السنه دي بيدعم. مش معنى الطايره. لا هو بيدعم بس اللي بيطلب منه يعني. يعني الورق اللي بيخش له. بالك بيخش له كتير. بس مش في بالنسبه للكره الطايره. انت عندك قواعد كده لعيبه سوبر ستار دول عيشتهم في القاهره يعني. يعني مش هيروح برضو اسكندريه يعني. ان بيته واولاده وعيلته واصحابه والانديه الجماهيريه يعني. المباراه اللي بعد كده كانت مع هيئه قناه السويس وبرده انتهت بنتيجه 3-0 قدامنا على الشاشه، 25-14 25-20 والشوط الاخير يا كابتن وائل خلص 26-24. يعني تقول ايه على الشوط الاخير؟ طيب هو طبعا النادي الاهلي لعب هيئه قناه السويس قبل كده في الدور الثاني المرحله الثانيه وكان كسبهم ماتشين مريحين جدا وكان قابلهم برضو في الكاس وكان ماتش مريح جدا. فأنا شايف ان اول شوطين طبيعيين، الشوط الثالث وارد جدا. الحقيقه ما شفتش الماتش لكن وارد جدا ان كان في شويه تغييرات تجربه لعيبه فدي اللي خلت السكور يعلى شويه كده. انا بس ليا تعليق على الماتش الابي سموحه لسبب. ماتش سموحه يعتبر اول ماتش النادي الاهلي يقابله ماتش حلو او ماتش تقيل او ماتش فيه لعب. لان كل الماتشات اللي قبل كده ما كانش فيها احد الفرق الاربعه الاولى في الجدول. فده كان اول ماتش النادي الاهلي يقابله، ماتش تقيل. الماتش انا شفته الحقيقه وحصل زي كده ريموتادا في الشوط الثاني. سموحه كانت على طول ليدنج وليدنج بفرق مريح 26-24 كان. يعني كانت باديه مثلا 12-6 وكان باديه مش عارف 18-12 في فرق 6-7 بونت مريح. ازاي الاهلي جاب الجيم؟ ما هي دي بقى الفكره. عشان كده انا يعني فضلت ارجع للماتش دوت لان انا يعني اولا طبعا كان في قياده هايله من كانت محمد مصلحي في الماتش دوت. اللعيبه في لفه واحده قدروا يرجعوا بفرق السكور 6 بونت في لفه واحده. منسرجع صعبه جدا في الطياره بالظبط ومع تقويه بلوك يعني. هو ميدو استخدم مثلا كمثال في لفه واحده نزل حسام البصير حسام يوسف رغم حسام بصير وخلى عبد الله عشان حسام ياخد بلوك فرقت معاه 6 بونت في الاثنين جوه الملعب بالظبط. هو اعتمد ان يعلي البلوك مع سيرف قوي رجع له الجيم. فده انا عشان كده انا اتعمدت اتكلم ماتش ارجع له تاني لانه كان فيه اداره حكيمه من محمد مصلحي وكان فيه عوده من لعيبه النادي الاهلي طمنتنا لان ده كان اول ماتش مهم قوي قبله. دي كانت نقطه مهمه جدا يعني. وكان مهم برده ان يخلص 3-0 لان سموحه السنه دي كانت مقابله الزمالك ثلاث ماتشات قبليها، ماتشين في الدوري وماتشين ماتش في الكاس وكان كاسب الزمالك. فده داخله بروح حلوه. وكان الاهلي مقابلهم في قبل النهائي افريقيا السنه اللي قبليهم كان هو سايق جيم خلص نص ساعه. فكان مهم جدا ان الاهلي كان لازم يعدي سموحه الماتش ده والحمد لله عدى. الحمد لله. الماتش اللي بعد كده كان طلائع الجيش. كابتن ميدو مصلحي بالمناسبه لعب 101 مباراه، خسر مباراتين من طلائع الجيش لكن في المباراه دي قدر يكسبه. وهقول السبب دلوقتي حالا برضو لازم نقول. الماتش ده خلص 3-2 للنادي الاهلي. الشوط الاولاني الاهلي فاز 25-15، الشوط الثاني لطلائع الجيش 25-20، الشوط الثالث طلائع الجيش 25-19 والرابع 25-18 والاخير 15-8. النادي الاهلي خلص بنتيجه اشواط 3-2. لكن هرجع لكابتن وائل العايدي قبل ما اخش على نتيجه المباراه دي. والمباراتين الوحيدين اللي كابتن ميدو مصلحي خسرهم كان من زميل الملعب الكابتن وائل العايدي زميله في الملعب لما كان مدير فني لنادي الجيش. كابتن وائل قبل الهوا قلت لي ان في بطولتين بوظت له النسبه بصراحه. قول لي كان في اربعه او خمسه لعيبه من النادي الاهلي اللي هم متواجدين دلوقتي. احمد صلاح وعبد الله ورؤوف. كان احمد صلاح وعبد الله في السنه اللي قبليها. عبد الله السنه اللي فاتت كان موجود في النادي الاهلي. كان في معانا سنه فعلا اللي خدنا فيها الماتشين كان عبد الله كان موجود معانا. عبد الله وصلاح ورؤوف والحسيني كان موجود برضه من الاهلي كان وطبعا بقى قبل كده لعيبه كانت موجوده من النادي الاهلي برضه ممدوح ومحمد السيد. محمد السيد دول اوريدي وتايسون كانوا من قبل كده يعني كان النادي الاهلي بيلعب نادي الاهلي. احنا بنقول الاهلي الف وب الف وب الف وب يعني. قول لي ارجعك بس شويه للمباراه دي. المباراتين دول ازاي لعيبه الاهلي قدروا يلعبوا قدام النادي الاهلي وازاي انت كمدير فني حطيت اللعيبه دي ان هي تكسب النادي الاهلي بصراحه؟ والله بص طبعا هو الموضوع بيبقى صعب شويه لان
يعني انت وجودك كلاعب في النادي الاهلي وفي لعيبه من دولت بقى يعني متربيين في النادي الاهلي من الناشئين لحد ما طلعوا الدرجه الاولى وعاشوا معاه، عشان تشتغل نفسي على الحته ديت وتقنعهم ان دوت ده يعني شغل وان ده ملوش علاقه بال عايز اعرف لهم ايه بصراحه. لا والله هي الفكره، احنا كنا يعني بنبني في الفرقه دي في نادي طلائع الجيش 4 سنين وكانت ده البيك بتاعها، فكنا لازم ناخد بطوله. فهو كان الكلام في كده. احنا دلوقتي ماشي، انت دلوقتي مش موجود جوه النادي الاهلي، انت موجود في نادي يعتبر طول عمره بياخد تاني او تالت ما بيقربش ناحيه البطولات، فانت عشان تخش تاخد بطوله ده تاريخ ليك برضه. يعني انت لما تحقق طول عمره ثالث رابع يعني بالظبط يعني انت لكن بيلعب مع الاول على طول طول عمره يعني في المربع يعني في الاربعه لكن عمره ما خد بطوله، ودي كانت مشكله كبيره بالنسبه لنادي طلائع الجيش او اي نادي تاني بيحاول يدعم. لازم اقول حاجه بس سوري يا كابتن وائل، انا اسف. دلوقتي النتيجه 16-11 لنادي سموحه، لسه في الشوط الرابع، مستنيين الشوط الرابع يخلص عشان نعرف هنكمل الشوط الخامس وماتش ايوه والزمالك هيتلعب امتى متابعين معانا. اتفضل يا كابتن وائل. بس فكل كلامنا على كده ان احنا بنعمل انجاز لاسامي اللعيبه وانجاز للمكان اللي انتوا فيه، علشان انا عارف ان انتوا في يوم ايامها هتسيبوه، كان ده كان كله محور الكلام، وده فعلا اللي حصل. يعني بعديها بسنتين اللعيبه اللي كانت في الاهلي حبت ترجع تاني تنهي في ناديها اللي هو المنتمين ليه، اللعيبه كانت الزمالك رجعت تاني الزمالك، ده كان واقع، كان هيحصل يعني واقع احترافي بحت. فبالظبط طيب خلينا نروح النتيجه نفسها، ونادي طلائع الجيش قدر ياخد شوطين من نادي الاهلي في هذه المباراه. بص انا زي ما قلت لك هي مهم قوي ان انت في اي مباراه ما بين فرقتين كبار تعرف ازاي تقرا، اللي هيعرف ينفذ فكره ويفرض اسلوبه في الملعب هيقدر يطلع منه مكاسب، وده اللي اعتقد اللي حصل في النادي في الماتش ده. انت عشان تعرف تكسب النادي الاهلي هي ملهاش حل تاني، هو لازم تلعب سيرف جامد وتخليهم يلجأوا للعب العالي وتلعب على 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 الموجه الثانيه من اللعب، يعني تطلع ديفنس او تجي لك كره سهله وتحاول تخلصها. وده زي ما قلت لحضرتك قبل كده في بدايه يعني اللقاء بتاعنا، ده كان واضح جدا من السكور، ده اول شوط الاهلي كسبانه 25-15 وان سايد جيم خالص تماما. تمام. من الشوط الثاني الايه اتعكس، انت بتتكلم في سكور واطي برضه 19-18 وده اللي حصل. 20-19 20-19 اللي حصل ان هم ضغطوا على احمد سعيد اللي هو المان اتاكر بتاع القوي في الاهلي، قدر ان هو يخرجه بره اللعب، ان هو يبوظ استقبال فمش عارف يخلص، وبالتالي برضه الكور بتيجي لصلاح صعبه، فانت عندك الاثنين الاساسيين في الضرب نسابهم قلت، فبالتالي قدرت ان انت تلعب على الجزء الثاني بدا يروح ويجي معاك بالظبط، وتقدر تتحكم بقى في ايقاع الماتش. وهي دي الفكره، انت لو عاوز تكسب اي فرقه تقيله لازم تلعب على واحد تطلعه وواحد يكون مؤثر، وده بيبقى ريسك لان مش دايما بتحصل. وده اللي ما عرفش الزمالك الجيش يعمله قدام الزمالك، كان قدام الزمالك رسالاته ما كانتش موجوده، لكن قدام الاهلي رسالاته كانت موجوده بقوه، فقدر ان هو يقود الماتش ويسيسه زي ما هو عاوز بالظبط. تمام كابتن نور، الماتش الاهلي وطلائع الجيش في الشوط الرابع الاهلي رجع مره ثانيه، ازاي بعد الفرقه ما تكون خسرانه جيمين يبقى 2-1، ازاي المدير الفني يرجع فرقته مره ثانيه ويكسب الثالث والرابع بانك انت مدير فني كبير وقدير؟ يكسب الرابع والخامس. يكسب الرابع والخامس. والله انت ما هو انت ليك في كل شوط 6 غيرات. انت بقى يعني استراتيجيتك ايه للمباراه؟ يعني كويس، انت شفت لعيب عندك خرج بره اللعب، بتنزل لعيب تاني، بتحاول تشوف ايه النقط اللي بتخسرك، بتقدر تلف الفرقه لفه زياده عشان السيرف ما يجيش للعيب معين في الحته المعينه. كل مدير فني ودماغه وخطته يعني في اللعب. يعني مثلا انا كنت ماسك شمس بنات. كويس. النادي الاهلي بنات في منتخب مصر طبعا، ومشتري من الشمس احسن لعيبه في افريقيا هي الشام. كويس. وجايب لعيبه برازيليه. تمام. لو قعدت العب النادي الاهلي 300 مره هخسر 400. كويس. في بطوله افريقيا بقابله في السيمي فاينل. كنت رايح عارف انت هتخسر ولا هتكسب بصراحه. انا عارف ايه، عيل صغير هيتخانق مع واحد كبير هيخبطه طوبه ويجري، فده هي الوصف كده بالظبط. تشبيه يعني. مش هزار يعني. يعني انا بلعبه جامد، الجامد اللي عندي قصاد الجامد اللي عنده. ببدا كل جيم 8-0 8-1 للاهلي واقعد اكافح وبخسر. فحتى انا بقول للراجل امين الصندوق نادي الشمس ورئيس البعثه كان موجود يعني بالليل، رئيس الصندوق السابق استاذ طارق جمعه، بيسالني بيقول لي يعني احنا مش هنكسب الاهلي، وانت عارف ان هو زملكاوي طبعا أوي.
وموته نفسه يكسب الاهلي طبعا. قلت له هنكسبه ازاي يعني انت ولا جبت لي لعيبه اجنبيه، كل سنه بدور وبقول لك وبعدين ما بنجيبش وبنلعب بنات صغيرين يعني 18 سنه، طب هنعمل ايه؟ قلت له بس انا يعني هعمل ريسك عالي بكره يعني. وقفت قدام النادي الاهلي ازاي يا كابتن نور؟ انا عكست البوزيشن خالص، حطيت اضعف ناس عندي. لا لا بكلم حضرتك انت كابتن النادي الاهلي، ما هو كابتن مصر وعيشتك كلها في النادي الاهلي اكيد. وقفت أكيد. انا عارف ده احتراف، بس ده احتراف وده شغل يعني. ما هو ابراهيم وقف ضد النادي الاهلي، العادي وقف، اي حد بيشتغل في الشغلانه بتاعتنا دي اغلبهم النادي الاهلي. ما هو ده شغل يعني، ده اولاد النادي الاهلي فعلا. فعكست الناس الضعيفه اللي عندي يعني، احنا محافظين هنعمل ايه؟ الكوره هتترفع فين؟ الكوره لازم تترفع للعيبه معينه ولازم تضربها من عند البرازيليه مش من عند العسقلاني ويا الشامي. يا الشامي طبعا انما العمليه مقفوله. وتاني حاجه ان انا عندي التلاته دول اللي هم اقل من التلاته التانيين سيرفاتهم غلسه وبنلعب سيرف تكتيكي تمام، يعني بلعب سيرف مبوظ سريع لان لو استقبله هيخلصوا عليا. فمشيت معايا، كسبت الجيم الاولاني كويس، هم خدوا بالهم راحوا مظبطين الفرقه عليا. كابتن نور بس عايز اقول الثانيه والثالثه، انا عايز اقول حاجه واذنكم، انا اسف لو قطعت كابتن نور. النتيجه دلوقتي 21-15 لسموحه، معنى كده لو سموحه كسب الشوط ده يبقى هنلعب الشوط الاخير الخامس. كابتن نور لك الكلمه، اتفضل. فالعمليه هو ظبط نفسه عليا، وعنده واحد بيعمل سكاوتنج راح ظابط نفسه عليا، راح انا كسبت الجيم الاولاني 15 او 16 كويس فرق كبير، هو ظابط نفسه عليا راح مديني علقه الجيم الثاني والثالث برضه سكور كبير. رديت الرابع والخامس، رديت بقى رحت لافف الفرقه لفه ثانيه زياده يعني البصير بدل ما بيلعب في 2-1 في بدايه كل حسب السيرف معاك ولا مش معاك كويس، بدات بيه في 6 فمشيت، رحت كسبان الجيم الرابع كويس كويس، ما لحقوش بقى يعدل في الجيم الفاصل. بدا 5-0 ليا، 5-3 اخدتوني الجزئيه كابتن نور، 8-3 11-3 خلاص كابتن نور اخدتني جزئيه مهمه، وهو استعداد سيدات النادي الاهلي للبطوله الافريقيه اللي هتقام خلاص كمان اقل من 10 ايام في ارض النادي الاهلي، والمنافسه القويه مع الصفاقسي التونسي، مع مورديت الجزائر، مع قرطاج التونسي، مع الانابيب والسجون. شايف النادي الاهلي والمنافسه ازاي في بطوله افريقيا اللي جايه؟ والله النادي الاهلي لغايه دلوقتي هو احسن فرقه في افريقيا يعني، يعني بلا منافس بلا منافس يعني، بلا منازع ومنافس. اه طبعا عايز. النادي الاهلي اخيرا خسر بطوله عربيه ماتش صفاقس، لو اتعاد 100 مره ما نخسرش. اربع لعيبه في الفرقه كانوا سيئين جدا خارج، ما كانش يومهم، ما جوش يعني، ما كانش يومهم هو كابتن. ومع ذلك الجيم كله مقفول يعني، يعني التانيين في احسن مستواهم ومهزوزين قدام، عارفين ان الاهلي مرعب. الاهلي ممكن يجي في اي وقت. يعني صعب جدا ان انت يبقى عندك اربع لعيبه من قوام الفرقه الاساسيين خارج الخدمه او مجوش وتكسب. ودي بتبقى نادر قوي ان هي تحصل يعني. وحصلت في فاينل البطوله العربيه. في فاينل البطوله العربيه، وان شاء الله مش هتتكرر تاني. والكلام بيتقال ان هم معتذرين صفاقس ومش عايزين يجوا، لان قلقانين. ما هو لو قلقان هو ايه اللي جابه يعني بطوله العربيه؟ ما انت كسبت بطوله عربيه، كان جاي بيتكلم على المركز الثاني، وانت ما كسبتش قبل كده، كان جاي بيتكلم على المركز الثاني. النهارده هو ده ان شاء الله مش هيكرر تاني يعني، على ملعب الاهلي مش هيكرر تاني. فازاي انت راجل كسبان البطل ومعتذر مش عايز تيجي؟ انت كنت بتيجي مجرد ان انت بتشارك تطلع رابع خامس يعني. فرقه صفاقس دي انا في نادي الشمس مقابلها مرتين في السنتين اللي انا رحت فيهم تونس، هايل. المرتين بكسبهم 3-0 وسكور جيمات مقفول بقدرات اللعيبه اللي موجوده معايا.
يعني بعرف ازاي اكسبهم يعني. تمام. الفرقه مش صعبه. هم عملوا طفره, خدوا غيروا, جابوا لعيبه اجانب, جابوا لعيبه او اتنين لعيبه من قرطاج دعموا بيهم, عملوا فرقه. الظروف ممكن ما تتكررش في افريقيا, ما يقدرش يجيب نفس اللعيبه في افريقيا تبقى في حاجه مهمه كابتن نور بصراحه. طبعا في لعيبه, في لعيبه اجنبيه معاه هو جايبها للبطوله العربيه بس بالزبط. دي مش هتبقى موجوده. واللي هو كان واخدها فيه اظن واخد 2 لعيبه من قرطاج برضه, فمش هيجيبها. هو مش واخدهم اعاره, هو هناك عندهم زي اهلي وزمالك, كان اتنقل, هو اتنقل من اولى احتراف. ده من اولى احتراف. كابتن وائل, في حاجه مهمه حصلت بعد ما خسرنا البطوله العربيه بصراحه, حاجه تحسب جدا. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي قابل الفرقه بعد خساره البطوله العربيه واداهم دفعه معنويه, ايه رايك في هذا اللقاء؟ لا كانت مهمه جدا طبعا, كانت مهمه جدا, وتصرف حكيم جدا, لان فرقه البنات كانت محتاجه الدفعه دي. الفرقه بتكسب يعني بسم الله ما شاء الله, لو شفت القابها تقال يمكن من اكتر فرقه العالم من الحصول على بطولات. طب احنا بس هنقف عشان احنا هنلعب الشوط الخامس خلاص. سموحة وطليعة الجيش 2-2 25-19 لنادي سموحة. هنروح للشوط الخامس ومعايا على طول يعني الاخبار اول باول, وهنتابعكم بالنتيجة اول باول. هنخرج لفاصل وترجعوا لنا مرة تانية. مستمرين معاكم في متابعة دوري كرة الطايرة, ونتيجة الآن في ملعب المباراة في هيئة قناة السويس بين سموحة وطليعة الجيش 5-2 في الشوط الأخير اللي هو امتد تقريبا زيادة عن وقته تقريبا ساعة ونص. كنا المفروض نشتغل مباراة الأهلي والزمالك من الساعة 8, لكن احنا مستمرين ومستمتعين معاكم, وانتوا أكيد يعني مستنيين مباراة الأهلي والزمالك بفارغ الصبر, لكن إن شاء الله بإذن الله هنستمر معاكم لغاية ما ننقل المباراة, وإن شاء الله لنادي سموحة لغايه ما ننقل المباراه في باذن الله. خلينا نرجع للحدث اللي حصل بعد البطوله العربيه, وكان سؤال للكابتن وائل العادي, وجود كابتن الخطيب ومقابلته لرئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومقابلته لفريق الطايره بنات بعد الخساره, واعتقد دي كانت سابقه جديده في النادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك هي طبعا مبادره جميله وتعكس طبعا يعني توري الفرقه ان حتى يعني اكبر يعني قيمه في النادي الاهلي اللي هو رئيس نادي الاهلي متابع اخبارهم وشايف الفرقه ومقدر مجهودهم وان هو واقف في ظهرهم علشان البطولات اللي جايه. اذا كان الفرقه خسرت بطوله من 4 فقدامهم لسه 3 شغالين, فدي كانت مهمه جدا. عجبني جدا برضو تعليق كابتن حمدي الصافي بعد البطوله, ما جابش سيره اي تقصير من اي حد من اللعيبه, شكرهم كلهم على مجهودهم لان هي فعلا هي دي الرياضه. انت وارد ان انت في يوم ما كنتش في يومك زي ما حصل, وارد ان يحصل منع زي ما حصل للجماهير, ودي تعرفين كويس قوي ان جماهير النادي الاهلي نقطه قوه اساسيه في الجماهير, هي روح الحياه في النادي الاهلي. طبعا اكيد دي حقيقة. يعني ما كانش ينفع ابدا يبقى نهائي ومفيش حد في الصاله, يعني الحقيقه حاجه غير مقبوله اطلاقا يعني. فالظروف طبعا ما كانتش مساعده, فلا طبعا وقفه النادي الاهلي مجلس ادارته في ظهر الفرق الرياضيه بتاعته واضحه جدا, وهتديهم اكيد دفعه لتحقيق انتصار ان شاء الله باذن الله في افريقيا اللي هي على فكره صعبه جدا. شايفها ازاي يا كابتن وائل في افريقيا اللي جايه بالنسبه للسيدات؟ لا صعبه لان هيبقى في فرقتين من كينيا, في فرقتين من الكاميرون, في فرقه او اتنين من تونس, في فرقه من الجزائر برضو على الاقل هتكون موجوده. مواليد الجزائر دخل؟ لا فرقه, لا البطوله صعبه, بطولة بس صعبة. انا برضو هرجع اقول حاجه تانية, اثبت لنا الواقع ان لما كانت البطوله سهله ما فيهاش غير فرقه نتيجه الماتش النهائي ما كانش دوت اللي احنا نتمناه التارجت بتاعنا. فساعات كتيره اللعيب لما بيكون دايما داخل في بطوله عالي من الاول وتحت ضغط من الاول بيخليه دايما متحفز ودايما تركيزه عالي لحد ما يوصل للمباراه النهائيه. يعني مش دايما سهوله البطوله تنم على النتائج الايجابيه في الاخر, بالعكس ممكن تؤدي زي اللي حصل ده بالظبط. لكن انت شايف ان وجود بعض الفرق او كثيرة من الفرق القويه جوه البطوله هتخلي سيدات النادي الاهلي الوضع معاهم يختلف؟ بالظبط, انا شايف ده اكيد هيحصل, بدليل حتى ان حتى الصفاقسي نفسه كان طالع 3-2 ماتش مع سبورتنج قبل ماتش الاهلي, ودوت اداله حافز او اداله تركيز اعلى في ماتش الاهلي بتاع المباراه بتقارب عن النهايه, ونادي سموحه متقدم 9-3 على نادي طلايع الجيش. كابتن نور, سؤال مهم قبل ما ندخل تاني مره ونرجع لمباراه الاهلي والزمالك, بطوله افريقيه للنادي الاهلي دي الرجال المره دي, خلاص السيدات خلصناها, نخش على الرجال والمستويات الفنيه القريبه في بطوله الرجال.
لا انت هتلاقي هما بيقولوا في فرق كتير داخله من مصر يعني انت هتلاقي ممكن الزمالك هيخش الجيش هيخش سموحه هيخش معاه. هو ليه اشمعنى الطايره بيدخلوا اربع فرق او يعني بيخلص تشارك مع انه المفروض دي ابطال الدوري بتكون حامل اللقب او ابطال الكؤوس ايا كان بتكون حامل اللقب او حامل لقب البطوله نفسها. والله ما هو انت كنادي اهلي انت بطل الدوري مظبوط وبطل افريقيا الكاس. بطل افريقيا تمام فخلاص انت يخش اللي بعدك النادي الاهلي يخش بطل افريقيا ويخش رقم اثنين لحامل لقب البطوله بالظبط. لكن ليه بنشارك اكتر من فرقه؟ ليه اشمعنى بطوله الطايره؟ والله هو بيدي فرصه يعني الاتحاد الافريقي بيدي فرصه ان المستويات تبقى عاليه في البطوله ان انت برضو في افريقيا يعني هتلاقي التنافس مصر وتونس كاميرون بعد كده يخش جزائر مغرب فهو عاوز يعني يبقى مستوى البطوله عالي فمفيش مانع ان انت تخش. ما تنساش بدون تعليق حضرتك طبعا يعني ما تنساش ان البطوله اللي فاتت كان من الاول للرابع فرق مصريه يعني كان الاهلي طلائع الجيش سموحه الطيران كان الاربع فرق اللي هو يلعبوا مربع كانوا فرق مصريه اللي دخلت اعتقد ان مصر هي اللي بتعلي البطوله يعني انت كانديه انت بتصرف كويس بتجمع لعيبه الجامدين اللي موجودين في بلدك فبالتالي ده يعني انت الاربع فرق اللي هيطلعوا اوائل الدوري من 28 فرقه هيشتركوا في البطوله زائد فرقه من تونس او فرقتين البطل الجزائر هتلاقي كاميرون هتلاقي كينيا هتلاقي برضو الصراع يعني السنة دي هتلاقي الصراع جامد جدا في بطولة الولاد على الأقل هتلاقي فرقتين يعني ده أقل تقدير يعني فرقتين من مصر بيلعبوا في المربع في المربع زي وفي الغالب ممكن يبقوا ثلاثة كمان طبعا. طيب خلينا بقى نرجع تاني مرة لملعب المباراة ونبتدي نرجع مع السادة المشاهدين ان احنا عندنا مباراة بين الاهلي والزمالك في ختام الدور الاول للدوري الممتاز للكرة الطائرة ونتيجة سموحة وطريقة الجيش دلوقتي 10-6 لسموحة فخلاص قدامنا تقريبا 5 دقايق 10 دقايق ونتحول الى ملعب المباراة ويبتدي الاحماء للفريقين النادي الاهلي ونادي الزمالك للماتش النهائي في الدور الاول. كابتن وائل نرجع تاني للمباراة وهجوم النادي الاهلي ونتكلم على هجوم النادي الاهلي في هذه المباراة بمراكز العميد. طيب قبل ما نتكلم بس عن الهديات خلينا برضو نقول ان لو استمرت النتيجة ديت زي ما هي ماشية كده كويس وكسب سموحة 3-2 انا شايف ان دي نتيجة مثالية للنادي الاهلي بمعنى كويس ان الفرقتين هيوصلوا للنقطة ال 14 تمام وبالتالي سموحه وطلائع الجيش لو الاهلي ان شاء الله باذن ربنا كرمنا النهارده وخدنا 3 بونت هنبقى 20 هنبقى بعدنا عن اقرب منافس لينا ساعتها هيبقى الزمالك 5 بونت فده في حد ذاته كنتيجه يعني ان شاء الله بتحسم الدوري يعني بتقرب بتقرب قوي تمام فدي بتحسم الدوري بتحسم الدوري النهارده مش بتخلص صح يا كابتن وائل يعني طبعا هو يعني كابتن نور طبعا اكثر خبره بقى مني انا بحاول اسيبها للاواخر كابتن يعني نور طبعا يعني انت المنافس اللي بعدك اللي هو الزمالك 15 بونت كويس وانت 17 يا ريت الجدول على الشاشه بس يا شادي لو سمحت وانت 17 بونت لو كسبت النهارده خدت 3 بونت هتبقى 20 والزمالك اللي بعدك هيفضل 15 كويس الفرقتين ال 13 وال 12 هو طلائع الجيش وسموحه ده الترتيب دلوقتي هيطلع قدامنا حالا هيبقوا 14-14 هيبقى فرق بينك وبينهم دول 6 بونت والزمالك 5 بونت والزمالك 5 بونت النادي الاهلي في الدور اللي بعده عنده 6-7 مباريات ما هو 7 مباريات انت لو شلت منه منهم سبورتنج والاتحاد والقناه والطيران هو انت مين اللي بينافسك؟ زمالك طلائع الجيش سموحه بالظبط الثلاث فرق دول تمام انت لو كسبت منهم ماتش شكرا وهم هيخبطوا في بعض تاني بالظبط فانت خلاص يعني ده بالورقه والقلم يعني هي غالبا هتبقى المرحله الاخرانيه ممكن قوي تكون محسومه من بدري يعني ان شاء الله باذن الله خير لكن خلينا نتكلم مع الكباتن والمحللين النهارده على المباراه نفسها كابتن وائل
بهجوم النادي الاهلي؟ انا شايف طبعا النهارده، خلينا الاول ممكن نتكلم على برضو التشكيل المتوقع للنادي الاهلي يلعب بيه النهارده. تمام. هو عاده محمد مصلحي بيبتدي، كابتن محمد بيبتدي بعبد الله عبد السلام كمعد اساسي. عبد الله عبد السلام او معاه في مركز المناظر للمعد او لعيب الاوبزيت احمد صلاح، ده عاده بتبقى البدايه. تمام. بيلعب جنب عبد الله كمستقبل اساسي، مفروض بيلعب احمد سعيد عشان يقدر يستفاد منه في الضرب من مركز اثنين وضرب المنطقه الخلفيه. تمام. وبيلعب قدامه الناحيه الثانيه احمد عبد العال، وبرضه بيلعب عشان الاستقبال. احمد برضه من الناس اللي هي عندها ثبات في الاستقبال. هي. اعتقد دي يعني ده وجهه نظري. دي وجهه نظرك اكيد. بالظبط. بالنسبه لثلاثات، عبد الحليم اكيد هيبتدي، عبد الحليم عبو. عادل ما تسجلش الماتش بتاع امبارح، كان مريحه، كان عنده وجع كده في الكتف، كان مريحه، فانا ما اعرفش النهارده داخل في ال 14 لعيب، بس مش عارف هل هيبتدي بيه ويلعب بيه ولا هيدي فرصه لعبد اللطيف او عبد الرحمن. هو دايما بيبقى الاختيار الاولاني عبد الرحمن الصغير. عبد الرحمن على فكره مريض 97 يعني، ولا اعتقد هيبقى طبعا ليبرو الاساسي محمد معوض. محمد معوض. طب دي ده. طب انا هنشوف الشكل لو ان شاء الله لعب كده بالمنظر ده يبقى عامل ازاي. انا شايف ان طبعا كهجوم لازم نبتدي من السيرف، بمعنى ان احنا لازم نستغل قوه ارسال عبد الله واحمد صلاح وسعيد لو هيلعب سبايك. انا برضو ميدو كان في المرحله اللي فاتت من الدوري كان بيخليه يلعب سيرف فلوتر ضاغط. انا رايي الماتش ده لازم يرجع سيرف سبايك، لو بالذات لو كان ماشي. فيبقى عندنا ثلاثه ارسال ساحق هجومي ممكن يكون جدا مؤثر. ده هيبقى مهم قوي، ولو في استمراريه هيدي للنادي الاهلي افضليه بما لا شك فيه يعني، وخصوصا ان نادي الزمالك عنده مشكله في استقبال السيرف السبايك في اول كوره. نادي الزمالك عنده مشكله في الاستقبال بالظبط، وبالذات في السبايك يعني. انت ممكن في الفلوتر يعلوا الكوره يغلطوا، يعني مش يغلطوا بنت مباشر، يستقبلوا وحش، لكن في السبايك بيغلط خطا مباشر. دي باينه قوي يعني. احنا دلوقتي برضو معلش لازم نقول النتيجه اول باول. 12 11 سموحه 12 بنت، طالع الجيش 11 بنت، وشكلها الماتش لسه هيطول معانا. اتفضل يا كابتن وائل. فانا شايف يبقى كده نمره واحد نبتدي بالسيرف. عندنا بعد كده سيرف فلوتر مؤثر برضو زي سيرف بتاع محمد عادل. كويس. لو برضو كتفه كويس وماشي كويس وقدر يضغط بسيرفه هيبقى مؤثر جدا. عندنا سيرفات تكتيكيه بعد كده عبد العال وعبده. ده بالنسبه للسيرف كبدايه. النقطه الثانيه لازم نشتغل عليها، نشتغل ان احنا زي ما اتفقنا لازم نحاول نظبط اول كوره عشان اقدر استخدم السريع في وسط الملعب، عشان اقدر استقبال الكوره من سيرف نادي الزمالك. كويس. فطبعا زي ما اتفقنا ان لو الزمالك عاوز يضغط او يبوظ استقبال لازم هيضغط على سعيد. فمهم جدا ان سعيد يمسك نفسه في اول الجيمات بالذات. ومهم قوي ان اللي جنبه دايما يميل عليه ويشيله، يديله ثقه ان هو ياخد، ما يتحركش بره جسمه كتير، ما يخلوش يغلط. طول ما هياخد الكوره في وسط جسمه هيقدر يتحكم احسن ويحاول ان هو يدخل نفسه في الجيم. فدي برده مهمه جدا، لازم طبعا يحصل ستريس عليها من المنطقه الفنيه، من كابتن ميدو او من المساعدين بتوعه، ان لازم يحفزوا معوض ويحفزوا احمد عبد العال ان هم دايما يميلوا ناحيه احمد سعيد، لان احنا ببساطه شديده مش عاوزين يخرج من الملعب. زي ما اتفقنا ان ده من ضمن النقط اللي اي مدرب يضغط فيها على النادي الاهلي، ان انا لازم اضغط سعيد اطلعه بره، انا عاوز اخلي احمد سعيد جوه الملعب. فلازم اخلي نسبه خطا قليله، اخليه يغلط قليل. كويس. فلازم نساعده. ايوه. النقطه الثانيه زي ما اتفقنا ان لازم عبد الله يشغل السريع كتير، انا عارف ان عبد الله بيميل شويه دايما ناحيه صلاح، وده طبعا يعني شيء طبيعي. هم دويتو من زمان يعني، ده جزء طبعا عادي. وطبعا ما ينفعش حد بقيمه صلاح ما يشيلش، بس انا برضو بقول كل ماتش وليه اهداف، وانا شايف ان النهارده الماتش ممكن يخلص من وسط الملعب، فلازم ان انا النتيجه بس على الهوا معلش يا كابتن، قدامنا نتيجه 14 12 سموح 14 13 عفوا 13 هو الماتش الشوط الخامس، وزي ما اتفقنا يعني احنا نتمنى لمصلحه النادي الاهلي ان الماتش يطلع لسموحه، لكن طبعا هنشوف هيخلص ازاي. تمام. اتفضل. بس طبعا عندنا بعد كده زي ما اتفقنا ان قوه احمد سعيد وضرب المنطقه الخلفيه لازم برضو عبد الله يستغلها. صلاح انا شايف ان النهارده ممكن ما ياخدش كور سريعه قوي زي ما هو شغال في الوقت اللي فات، لان صلاح قدامه بلوك يقدر يتعامل معاه، ولما هعلي له الكوره سنه هيقدر انا شايف كده ان هم الفتره اللي فاتت بيحاولوا يسرعوا الكوره، فانا برضو بحس ان صلاح مش يعني مش مالك الكوره قوي، مش مريحاه، بيخلص وكل حاجه والناس بتخلصوا عليها، لكن مش مستريح وهو بيضرب. النتيجة دلوقتي 14 14 اتعادلوا تاني، سموحة طالع الجيش مستنيين مع بعض، هنتابع مع بعضينا كلنا النتيجة أول باول. كابتن نور بيقول طالع الجيش، هنشوف يعني كابتن نور أنت بتقول طالع الجيش؟
الجيش تقدم 15 14 دلوقتي تقول ايه؟ ما انا قلت لك اهو قلت طلائع الجيش طلائع الجيش ايه؟ طلائع الجيش خلينا كابتن نور ان الفرق كان كبير قوي في الاول وقدر يخش بالظبط كابتن نور بيقول طلائع الجيش يكسب المباراه هنشوف المباراه هتخلص على ايه دلوقتي ان شاء الله فضلك خبرات خبرات مدير فني يعني تمام تمام بس فده دي النقط المهمه عشان يعني نقدر نهاجم كويس ده مهم جدا طب معلش يا جماعه انا اسف جدا انا بقطع كتير لكن انتهت المباراه كابتن نور عطيه عنده حق 16 14 كان سموحه كسبان اول شوط وفضل طلع الجيش 2 بعد كده وصلوا 2-2 في الاخر لكن طلع الجيش خلص المباراه 16 14 لطلايع الجيش كده انتهت المباراه الحمد لله مبروك كابتن نور انا مش من طلائع الجيش يعني تمام. انا بقول لك توقعاتي يعني تمام كابتن وائل كده كده الجدول شكله ازاي هو كده يعني هي برده ما فرقتش كتير قوي بونت لان بقى كده بقى متساوي نادي طلائع الجيش مع الزمالك ب 15 بونت كويس وسموحه هو اتاخر شويه هي برضو ملحوظه لازم اقولها سموحه خد بونت خد بونت اه بدل 12 بقى 13 بقى 13 هي برضو ده تاني انتصار السنه دي لطلائع الجيش على سموحه لان طلائع الجيش طلع سموحه من الكاس فده تاني انتصار لطلائع الجيش على سموحه وطبعا حاجه تحسب لنادي طلائع الجيش بصراحه يعني ان هو لا قدر قدام الاهلي يطلع 3-2 يكسب سموحه كان ليه دروب واحد قدام الزمالك فيعني لازم برضو يعني جهازنا نادي الاهلي يحط نادي طلائع الجيش تحت المنظار عشان المباريات اللي جايه وعشان افريقيا اكيد تمام نكمل مع النادي الاهلي يا كابتن وائل بس زي ما اتفقنا انا افضل ان النهارده صلاح ياخد كور اعلى شويه من الطبيعي افضل ان برضو ان عبد الله يحاول يشغل نص الملعب كتير دي اعتقد هتبقى ليه الغلبه ولو مش لو بقى الاثنين معدين لازم يشغل عليهم كتير قوي الاثنين معدين كابتن نور انا شايف ان كابتن وائل يعني عايز يلعب بره احمد صلاح النهارده شويه يعني بيقول ان دايما عبد الله يباصي او يرفع في نص الملعب كسنتر بلوك وفي الجانب اللي هو مركز 4 هو انت لا دي بتعتمد على اول كوره كويس وانت عندك احسن سناتر موجوده في مصر تمام فلازم تستغلهم انا مش بستغلهم بلوك بس علشان اريح الطرف وانا لو شغلت السناتر كتير قوي سريع لما هيجي يعوز الاطراف هيطلع الطرف بسنجل بلوك كده زي ما احنا قدامنا نادي الاهلي بدا يسخن في المباراه الحمد لله المباراه هتبدا ان شاء الله يعني عن قريب زي ما بيقول الاهلي والزمالك اتفضل يا كابتن نور شغل السناتر لازم في بدايه الماتش يشغل السريع كتير علشان يثبت السنتر يخليه ما يلحقش يضم لما يجي يرفع العالي اذا كان لاحمد صلاح او للعيبه اربعات تمام فدي مهمه قوي وبس انا متاكد ان الزمالك النهارده هيلعب بريسك عالي جدا في السيرف هيحاول يضغط بالسيرف جامد جدا وهو عنده الحسيني والحسيني من افضل لعيبه في مصر في السبايك سيرف ونسبته عالية فيه فممكن يعمل لنا خلل شوية في الاستقبال يعني لو مشي الارسالات مشيت مع الحسيني هيتعبنا هيبقى فيه مشكلة من وجهة نظرك الزمالك ما عندوش اعتقد فرصة تانية غير هذه المباراة اللي احنا بنلعب فيها اكيد طبعا هو علشان يفضل في البطولة لازم يكسب النهاردة ان هو لو خسر النهارده خلاص ان الاهلي في حته ثانيه خالص يعني بنسبه كبيره الموضوع انتهى طبعا ما هو النهارده الجيش كان كام بونت زي ما احنا شايفين في الشاشه 13 تسخين نادي الزمالك على اليمين الجيش كان 13 بقى 15 زي الزمالك زي الزمالك لو الزمالك خسر النهارده هيبقوا متساويين خلاص يعني بقى بيلعب على المركز الثاني ما بيلعبش على المركز الاول فهو النهارده هيلعب اقصى ما عنده عشان يفضل في البطوله لان النهارده لو الزمالك كسب دخل مع الاهلي في البطوله خد بالك فده اخر امل ليه يعني. انت برضو عندك فرصه ان انت لو كسبت النهارده 3-0 3-1 بقيت 20 بونت وثبته عند 15 بقى في فرق
خمسة بونت. خمسة بونت. خمسة بونت في الفولي ده كتير يعني. مش سهلين. اه طبعا. ثلاث ماتشات. طبعا طبعا. كتير جدا. طبعا طبعا. كابتن وائل شايف. مش ثلاث ماتشات. اه. ماتشين. ماتش 3-2 وماتش تكسبهم يعني وماتش 3-0. تمام. كابتن وائل شايف ان نتيجة مباراة سموحة وطلع الجيش تحصل ضغط لعيبة الزمالك في المباراة دي؟ وزي ما قال كابتن نور هو الزمالك ملوش حل غير ان هو يكسب النهارده عشان يعرف يرجع تاني لان هو عارفين كويس قوي ان خد بالك ان الزمالك بقاله يمكن 5 سنين ما خدش البطوله والزمالك كان بيبني فرقه والزمالك كان المفروض ان السنه دي هم حاطين في دماغهم يبتدوا يجنوا الثمار ويبتدوا لازم ياخدوا بطوله السنه دي بس هو لاحظه ان هو اتضرب كتير من سموحه يعني 4 ماتشات من سموحه في سنه واحده دي عمرها ما حصلت من الكاس كمان وخرجوا من الكاس من دور ال 16 اظن يبقى دي اول بطوله طارت بالظبط فاوريدي راح منه واحده لو خسر النهارده هيبقى منه الثانيه ما فاضلوش غير افريقيا هل اساسا كمان كاداره نادي الزمالك هتخليه يخش في الحاله دي بعد ما خسر بطولتين وتديله فرصه ثالثه انه يحاول يجيب بطوله هم في النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي ملعبك يعني اعتقد الموضوع يبقى صعب شويه فهي النهارده مكسب النادي الاهلي هيضرب بيه يعني كذا عصفور يعني هي مهم النهارده في جميع الظروف مهمه جدا اعتقد ان مكسب الاهلي النهارده كمان يخش البطوله الافريقيه اللي جايه في حاله نفسيه مختلفه اكيد وهيسمح له ان هو الماتشات اللي جايه يرجع لعيبه المصابه يعني هو عاوز يطمن على المحترف انا شايف النهارده كمان المحترف بيسخن وده كويس طبعا انا ما اعرفش هو موجود في الـ في الـ في ال 14 ولا لا لسه هيقولوا لنا الفور دلوقتي هو بيسخن فانا شايف يعني النادي الاهلي محتاج قبل ما يبتدي يخش على معترك افريقيا لان هو اساسا حسم الدوري رسمي مش هيبان غير بعد افريقيا وعنده الكاس الاول والكاس عنده سكته طلائع الجيش الزمالك خلاص بره وسموحه بره فهو بيلعب دلوقتي على بطوله قريبه اللي هي الكاس وبعد كده بطوله اهم اللي هي افريقيا في النادي الاهلي فمحتاج ان هو يحسم الدوري ويدي دفعه معنويه للفرقه ويعرف يبني بقى الفرقه تاني ويرجع الناس المصابه ويخش اكثر قوه واكثر تركيزا في البطولات اللي جايه. كابتن نور شايف اداء الزمالك النهارده غير السيرفات من ناحيه الحسيني ممكن يكون الضغط من اي اتجاهات من نادي الزمالك. هو هيضغط من الضرب الخلفي واللي هو رضا هيكل او جبل. يعني الاثنين دول اللي عندهم خبرات محمد جبل ورضا هيكل او هيستعمل الحسيني كتير جدا ان اشرف ابو الحسن لو طلعت اول كوره كويسه هيقدر يعمل تركيبات ويهرب الحسيني ويخليه يضرب خلفي ويعني هيبقى ليه دور كبير قوي الحسيني النهارده مع الاولاد الصغيرين اللي عنده فهو انت لازم تلعب سيرفات موجهة عند الحسيني تخرجه بره اللعب انت لو خرجت الحسيني بره اللعب مش هيبقى فيه تركيبات على الشبكة يعني ايه اول لو اشرف الحسن اول باصة لعبها كويس هيعمل تركيبات الاستقبال لو جاله كويس اشرف ابو الحسن يعني في مصر كلها مسمينه الحاوي يعني ان هو لعيب حريف موهوب وده اللي مخليه لغايه النهارده 44 سنه ولسه بيلعب. ونادي الزمالك جاب لعيب محترف ومش قادر ياخد مكان اشرف ابو الحسن. فانت لازم تبوظ الكره الاولى خلاص بقى عشان المعد ما يشتغلش. خلاص بقى لعيب عادي بقى هو زيه زي اي حد هيعليها في اي حته. هو بيلعب في الملعب عشان دي. بس ان الكره تجيله مستريحه يقدر لانه هو على الشبكه هو ما عنده يعني من مكانه تقدر تعمل تركيبات وتخلص لانه هو قصير ومع السن ما بقاش بينط ما فيش جامب زي الاول فدي ثغره في الضرب يعني لازم وهو اشرف الحسن غالبيه الشغل بيبقى على السريع او على الرفع في اربعات فانت لو انت بوظت له الكوره الاولى خلاص ما هو اشرف هيبقى زيه زي الاجنبي مفيش لعب سريع وده اللي موجود في الفولي كله يعني هو عايز يبوظ لك اول كوره عشان انت ما تستغلش الضريبه الجامده بتاعتك في السريع انت في نفس الشيء علشان اشرف رفعته تبقى واضحه واخد بالك انت لو خليت رفعته تبقى واضحه خلاص انت ركبت الجيم واخد بالك يعني ما تديش مجال لاشرف انه يطلع اول كوره ويعمل تركيبات دي اهم حاجه عند حضرتك النهارده طبعا النهارده لازم الشغل يبقى كده يعني لازم شغل كده كابتن عادي لو سالتك سؤال مهم
دايما في الفرق الجماعيه بيقولوا ان الحلول بتكون من على مقاعد البدلاء. اكيد النادي الاهلي وضعه ايه في هذا الموضوع؟ هو النادي الاهلي عنده مشكله بسيطه يعني، بس الحمد لله هي مش محسوسه قوي لحد دلوقتي. آه. طبعا هو دلوقتي بيلعب باوبوزيت واحد بس، هو احمد صلاح. تمام. لان طبعا اصابه ربنا يرجعه بالسلامه احمد القطب يعني، فواخد وقت شويه بالظبط. ف هو مشكله الاهلي في المركز البديل بتاع مركز اثنين، خصوصا لما لان الوحيد اللي يصلح او بينفع يقضي الدور دوت هو سعيد. يعني سعيد كان لعيب، احمد سعيد كان لعيب باثنين قبل كده كويس، لكن دي ما بيقدرش يلعبها يعملها في وسط الجيم. حل الوحيد ان هو لا قدر الله لو صلاح مش ماشي او عنده مشكله في البلوك، ان هو يستعين خلاص ما لوش حل تاني غير سعيد بعبد اللطيف كسنتر. آه. بلوك يلعبه طرف، فبالتالي هيقدر يساعده في البلوك لكن مش هيقدر يضرب. لكن ده ان شاء الله ما يحتاجوش يعني. آه الموجود طبعا لو حسب ما انا يعني قلت في توقعي. آه. في لعيبه اربعات. يبقى اعتقد ان التغيير نمره واحد يبقى عنده محمود رؤوف. ده بالنسبه لعيبه اربعه هي خبره كبيره بالظبط كده، هيقدر يساعد. برضو انا يعني انا منعم للاسف، انا لعب امبارح شوطين ما شفتوش. فهل منعم هيكون فعلا جاهز يلعب ماتش اهلي وزمالك؟ هو موجود النهارده ان شاء الله في التشكيل. ربنا يسهل، ممكن يكون برضو حل كويس في بعض الدور ان شاء الله يعني النهاردة. اكيد اه نتمنى ان هو نشوفه ويكون ليه دور مؤثر. لعيب الثلاثات زي ما اتفقنا، لو محمد عادل ما كانش جاهز موجود عندنا في دكه البدلاء سواء عبد اللطيف، بس انا زي ما اتفقنا هنخليه تخيله اثنين، يبقى عندنا عبد الرحمن صغير لعيب ثلاثه، هو لعيب منتخب مصر الاول برضه، فده حل كويس جدا. عندنا حسام يوسف، حسام يوسف اه طبعا برضه شايل بطوله لوحده، كسبان بطوله عربيه لوحده، ولعب بالبحر المتوسط لوحده. ما عندناش مشكله يعني في المعدين يعني بالزبط. احنا لما بنتكلم على عبد الله اه لا طبعا هنقول بس تغييرات ممكنه، تغييرات زيه حسام يوسف بالظبط كده، لعيب منتخب مصر ولعيب ليه خبرات برضه. ما هي الحقيقه دي ميزه الاهلي ان البنش عنده قوي الحمد لله. اه الحمد لله. حتى الليبروهات برضه خبره محمد معوض وامكانياته، واثنين شباب زي الفل موجودين كالبروهات بلعبوا منتخب مصر برضه يقدروا يساعدوا. فلا الاهلي الحمد لله البنش بتاعه قوي، وتتوقف بقى على اختيارات كابتن ميدو وتدخله ابو محمد مصلحي وتدخله في اللحظات الحاسمه وفي احتياجات الفرقه في وقت حسب الحاله يعني. في حسب الحاله. كابتن نور شايف ان دكه نادي الزمالك عليها تغييرات مؤثره ممكن تغير نتيجه المباراه؟ والله يعني فرقه الزمالك غالبيتها كلهم لعيبه في الشباب يعني مرحله صغيرين يعني. بس هم بيزدادوا خبره من سنه لسنه يعني. فبرضو الناس دي برضو لو ضغطت عليهم هم ما عندهمش الخبرات، وعندهم برضو حتة ان بيلعب الاهلي، فدي حاجة نفسية في صالح الاهلي يعني. تمام. انما هو ما عندوش دكة يعني، هو عنده بديل رضا هيكل، بيلعب جبل، عنده بديل اشرف الحسن اللعيب المعد الاجنبي، السناتر عنده يعني عنده شهاب، عنده يعني ولاد لسه صغيرين يعني في اللعب، فهو ما عندوش دكه زي الاهلي يعني. الاهلي البدائل بره على نفس مستوى اللي موجودين في الملعب يعني. نادي الزمالك شايف نادي الزمالك فرقه شباب، لكن ممكن تكون في المرحله اللي جايه ليها وجود جوه. اه طبعا، وهياخدوا وقت يعني قدامهم كمان سنه سنتين يعني عشان يبداوا يستوى. اه طبعا طبعا طبعا، لان هم عملوا فرقه مش وحشه. خلينا نخرج لاخر فاصل قبل ما نروح لملعب المباراه وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نكمل تحليل مباراه الاهلي والزمالك في نهايه الدور الاول للدوري الممتاز للكره الطايره.